ايش اخويا مروان؟ عندك تليفونك تما؟ خليني نشوف ايه بدر. قرأ سورة الجن، عافاك. سورة الجن، سورة الجن. احنا قضينا السيتاب، قضينا بداك الشيء. المهم قضينا الحوار. واحد هذا كنا فوق الأدب عجب عليا. هادشي اخويا مروان، هادشي راه ما فهمش فيه والو. هنفهمو ان شاء الله والله اليوم. ما فهمتش في حاجه اخويا مروان مده طويله. هذا ما شافو انت شفتي هذا اش ما بعدا باش تكون عارف. راه شوف الاولى، راه كاينه الاصابه الروحيه. شوف الاولى بلا من غير التفاصيل غادي ندخلو فيها، وانا في الاخر غنشرح لي من الناس عرفت بلي راه هو مصاب. صافي شوف، ما عنديش مشكل. فاهم؟ ما عنديش مشكل. لا حيده حيده هذه، حيده ما داكشي ما بغيتش. حيده خرجها، انا مرتاح هكا ماشي مشكل. جلس جلس، بقى واقف ما عنده معنى. ربع تما تهلا قرا علمه. الدري ما بقاش غيحضر اللي خدام في العسكر. الله يستر ليه. انا ما قلت ليه هاد الحاجه في البلاصه اللي جيت انا بغيت مثلا اللي جيت انا بغيت ليه مش تسالي لي الرابعه. هو قلت لي غير تفصيل، قال لي الماديه شحال ما كاينش، قال لي راه غنكون واجد راه غنكون ضروري. ماشي مشكل، انا قلت لك هاد المره ماشي مشكل، شرحتيها ليه. شرحتها ليه حنا مع تيصرحتي، ما عندنا من السيد فاتح لكم الظهر وتقول تجري عليه من دارو حيت ما عندوش باش يخلص. ما عندنا حتى شي معنى، حتى شي معنى ما عندنا. الله ما كاين حتى شي، هذا اقل واجب. واجب عيد التيسير ان شاء الله الاحد. اخبارو ياك شرحتي لي. صافي صافي صافي، اللهم يسر. باش نافيتيو نذكرو الاسماء والبلاصه فين ساكنين من الاحسن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العلي العظيم. السلام.
عليك. باش حسيتي انت تتقرا سيش بلي الداد ديالي كامل شعل فيه العافية، جهاز الاعصابي ديالي كامل وهاد البلاصة هنا بحال دفن عندي الاشكال. المهم الداد ديالي كامل وانا كنقرا الوجع ديالي الاعصاب ديالو. كتحس براسك سخنتي ولا شنو؟ كنفوار سخنت سخنت وكنحس بحال ديك الهضره ما كتبغيش تخرج ليا مزيان. شي كلمات كيوصلوا ليا حتى هنا وخصني نبقى نعاود نعاود. تبارك الله مزيان. شنو المشكل المعاناة اللي كاينه تحديدا؟ معاناه اخويا مروان هو ان كان عندي مس من قديم، يعني نقدر نقول لك كبر معايا لان من الصغر ديالي كنحس براسي ما كبرتش بوحدي ياك. وهذا الشيء لانك عارف انت الوالدين وداك الشيء ما فاهمين حتى حاجه وانا غير كابر كابر. هذا الشيء انه كنحس بيركب ليا في الجهاز العصبي ديالي بالضبط، يعني كبرش معايا بحال واحد الخلعه بحال واحد الرهبة قوية بزاف. كنقول لك ماشي خلع لي نورمال، يقدر الانسان مثلا يقدر كاع يكون مريض بالقلب ويحس بها، وراه بالنسبة لي انا هذاك الشيء اللي كنشوف راه نورمال. يعني كاش قدر ومشيت عند طبيب ديال القلب درت تحليلات ودرت لي زاناليز قال لي ما عندك والو، قال لي دقات القلب ديالك نورمال كلشي نورمال. مشيت عند الاطباء ديال الجهاز العصبي تشرح لهم المشكل، كيقول لك غير عندك الاعصاب بزاف وكيعطيوك الدواء. كنمشي كنشبر مدة شهر عندك الدواء ديال الجهاز العصبي هو بالضبط، يعني اي دواء ديال حاجه اخرى كنشربو كي يعني كياثر كيمشي للبلاصه مثلا ديال الراس ديال التراس كي. ولكن ملي كنشرب شي حاجه عندها علاقه بالجهاز العصبي كتشعل فيا العافيه هنا وما كنحس لا براحه، بالعكس ساعات فين كنمرض بزاف. زائد ان شي حاجه هنا كتبرك ليا في هاد البلاصه هادي اللي عندها علاقه بالانسان ككل، يعني بالتفكير ديالو بالنفس ديالو بالعزم ديالو. هاد البلاصه بحال شي بزاف عرفت انها مهمه بزاف حتى في التفكير حتى في وخلقت لي بحال المناوي، يعني شي فكره كتجي كيشبع احساس من هنا، يعني شي حاجه شي من هنا محكمه فيك بهذا المعنى هذا. وما كنطيح ماشي شي حاجه، ولكن ما كنحملش نسمع القران، ما كنحملش الفجر، ما كان شو واحد نشوفه كيصلي ما كنحملوش مره. يعني شي حوايج درتهم بعد كرتاح انني كاش كن الله يحفظ كاش كنقطع القران وكنعس فوق منه عاد كيفوتني الحال بهذا المعنى هذا. زين شنو المعاناة اللي دازو في الصغر اللي باش حسيتي انت راه معاك مس؟ علاش بنيتي في الصغر ديالي كاش مثلا ملي كنبغي مثلا ان كيف ما نقولوش خرجت العاب وداك الشيء كان وكانت واحد الخلعه كبيره بزاف، وزائد واحد شي حاجه اللي في دماغي كتبقى تهضر معايا ما كبرتش انا اللي كنهضر مع راسي، يعني داك الانا ديالي وما وصلتش لي، يعني شي حاجه اللي محكمه فيك. ملي جيت نقلب نقلب لقيت واحد الحاجه ديال كتسمى استحواذ القريب، ولكن ما هي اللي مبقاش مع الشريف دماغي بزاف وهي اللي امنت بها بزاف. حاجه فريمون نحس براسي ماشي انا اللي كناخذ القرارات ديالي، ماشي ما عارفش شنو كندير غادي. بحال اش الهضره اللي كنتي كتسمع في راسك مثلا، وشنو المواطن اللي كيهضر مثلا كنلقى مثلا فاش كتصغير مثلا كتلقى مثلا واحد الجروب ديال الدراري شي يلعبوا كيف يتلعب معاهم شي حاجه ما مسبوك لا جماعه اللي ما يقبلوك ما غاش عارف ما غديش هادي ماشي ما بغاش يدير علاقه مع الدريه ماشي كيقول لا انت ما غاديش ديرها هي ما كتبغيش ما مش انا اللي شناخذ هذوك القرارات وهذوك الافكار. يعني نقدروا نقولوا كيحشموا لي انهم كيخرجوا من العقل الباطني ديالك هو اللي شايفك دوك الميساج، ولكن راه بزاف على بحال هذيك لاطا راه كتحس بواحد الغلاف في الوعي ديالك، الوعي ديالك مغلف ودائما كتحس راسك محقور بزاف. مش الرجاء انني مثلا نمشي بلاصه فاش مسخه دفاري كبروا، يعني هادشي كنقدر ندير انا شي حوايج غير على قبل الوالد والولي حيت كبروا باش ما يمرضوش، اما انا راه ماشي نحملش ندير بحالك. كنت تقاب وحدك بزاف كاع ظلام بزاف. انا كنفضل نبقى بوحدي ونفيق الليل كامل وانا فايق بوحدي، نكمين طيب جميله نشرب نسكر بوحدي، ولا خرج باش انا مش اونغاج مع بنادم كنتناويه بزاف اخويا مروان تناويه بزاف. وزائد كيما قلت لك هاد الحاجه هاد البايصه هادو شو تما فم المعده كاين فم المعده وكاين هاد جوج قنيش هادو جيت الضلوع هنا هي فين كيجي الاحساس ديال الخلع. وشي حاجه بقى مروان فاش كنبدا مثلا نسرح ولا كنصلي القران شي حاجه بحال كتجبد ليا من جهه العضله ديال القلب كتجر كنحس بواحد الالم بزاف، الم صعيب كاع كنحس بالحريق.
زائد واحد القضيه اخرى، ان هذه القضيه اللي قلت لك هنا محكمه لي في العصب ديالي، على بعض ماشي بعض الخطرات راه ديما كنعيش اللحظه دابا حاليا نهضر معك واش نحس بها، كنحس بالوجه ديالي، العصب ديالي وداك الاعصاب المحيطه هي ديال الوجه ديال اليدين ديال الرجلين ديال اللي هابطين هنا اللي جايين للدار اللي غادي اللي جيت لودني تنحس بهم، فهمتي كيتلوه كامل داكشي كامل شي صباع جلي تنحس بداكشي كيتلوه والعافيه شاعله فيه. انت كنحس بالاعصاب، تسمح لي كنقطع كل لا خذ راحتك، الاعصاب ديالي كنحس بيه ضعيف بزاف وشي حاجه اللي شاده انا متاكد، مشيت كندير شربت هذا كلشي ديال اللي كيقولوا ديال التوكال كنرد، مشيت شربت هذيك سنة حرام باش انك تخوي من هنا باش هذا كان شي ميكروب درت بزاف، راه هذه المده ديال 7 سنين مشيت عند اطباء ديال النفس ديال الجهاز العصبي ديال القلب. شنو التشخيص اللي كيعطيو الاطباء؟ التشخيص بالنسبه لكاع الاطباء اللي في المجالات اخرى من غير اعصاب تيقول لك كلشي نورمال، ملي كتجي عند الطبيب ديال الاعصاب كيقول لك راه غير هذا ستريس وعندك مثلا بعض لي موليكيول ناقصين في الدم ديالك وفي الجهاز العصبي ديالك شي حاجه مقوي، ملي كنجي نشرب هذاك الشيء اللي عنده علاقه بالاعصاب كيشعل فيا غير العافيه في هذه البلاصه، ما كنحس بحتى شي حاجه، هذا الشيء مأثر ليا على الجهاز التناسلي ديالي شو هو كنحس بيه، فهمتي بعض الخطرات الحريق ديالو بصح حريق في الخصيتين وحتى في هذيك الصوره هنايا تحت من الصوره في هذيك امتى شت بليتي؟ تبليت في الدوره الاولى ديالي في لافاك في الاس ان في 2000 في بالضبط شهر 9/2014 يعني تقريبا شهر 1 شهر 2 2015 بديت كنستعمل اول حاجه استعملت هي الماجون. وخرجتي من دوامة الإدمان ولا باقي؟ لا حاليا خرجت، دابا حاليا كنستعمل غير الكارو حيدت كلشي، وأنا متأكد باللي من بين الحوايج اللي خلوني كيف ما نقول يكون عندي مس، حيت أنا متأكد منه مليار في المية، داكشي اللي كنعيش وكنحلم بيه وكنشوف أنا متأكد مليار في المية هو أن ديك كثرة الأعصاب اللي كانت السبب ديالها حوايج أخرى، يعني كثرة الأعصاب والخلوة وداكشي وهاد الحوايج هادو، أنا مكنتش كنضرب يدي وأنا مقرا، أنا ساحي بحق نورمال نقدر نكون كامل غير كارو كنهز زوار خصني نضرب يدي. راه فاش قلت قلت ليه راه بين الإصابة من ثلاثة الحوايج، الحاجة الأولى وأنت زوري من عينيك دي الحاجة الأولى، حتى الدم ديالي كان راه جايك باش عرفت زوري الدم، قول باش عرفت تا او بلس ولا ا بلس باش عرفتها من الضربات اللي في يديك اللي كيضرب يديه اللي كيوشم كلشي زهري الدم، لان الجين كيتقوى بهذاك الدم ديالك انت كيبغي يشوفه. غير هو انا نعطيك واحد البشاره زوينه، اي جني كيعشق الدم هو جني دون المستوى في طبقات الجن، الجن الكبار ما عندهم يديروا بالدم، كنتكلموا على مرض كنتكلموا على عفاريت عندهم يديروا بالدم، اللي كياكل الدم وكيتقوى ما عندكش فقر الدم، لا اللي تياكل الدم وتتقوى به ولا تيبغي يشوف الدم تيكون جين ضعيف، لانه هو تيقلب على القوه من خلال الدم فبالتالي هو ضعيف. فدير في بالك انه لحد الان ما تتبانش ان عندك شي اصابه اللي قويه وما عرفتش شنو، غير هو كنتكلموا دائما واخا حنا كنقولوا جيني ضعيف، ولكن ضعيف امام القران ماشي ضعيف امام المعاصي اللي كندير، بمعنى الا ما شديتش في القران راه غيكون قوي عليا، الا كملت في الادمان راه غيكون قوي عليا، واخا نقول لك ضعيف ضعيف امام القران الا تبعت القران غيكون ضعيف. فهذه مفاهيم نضبطوها باش انت ما تستصعبش الامر وتقوله ناري ما عرفتش شنو داكشي اللي كتعيش صعيب بزاف، داكشي اللي كتعانيه قاصح بزاف، ولكن الباب مفتوح باش يديروا فيك اللي بغاو. فاش غادي تشد القران في يدك غادي تولي انت كتضرب، تولي انت تدافع على راسك، وشحال ما قاوم غيجي واحد النهار اللي غادي يطيح، هذا كتمهيد. فقلت لك زهري عينين
ملي دخل شي ميطيح الكارو عرفتك تتكمي، اذا اللي تيكمي راه تيكون غالبا المس، الناس ما عارفينش هذا الشيء، اللي تيكمي تيكون غالبا المس. شوف ما كاينش انسان تيكمي او تيتحشش او تيشرب الشراب الا وجروا الجن لذاك الشيء، سواء كان الجن داخل الجسد او خارج الجسد. انا فين كاين الاشكال ربما هو شي بالنسبه لي انا، مثلا واحد الانسان كيمشي كيدير واحد الحاجه واخا يكون ان الجن هو اللي جرو، انا فين عندي الاشكال ربما هو ان هذا الشيء اثر عليا في صح شيء، اثر عليا في شيء، لو كان غير هذا الشيء خرج ليا من صح شيء ما غنسولش يجرني فين ما بغى يجرني. اصلا راه كتشوف صحتك، كتشوف انت شبعان تناوي، كتشوف القلب ديالك الخرعشه داك، كتقدر تبرك كتشوف تقفقف بوحدك، كتشوف الجهاز التنفس ديالك كتحس به شي حوايج صعاب، يعني الجهاز الهضمي حتى هو شي حوايج، عندي شي حاجه كتحس بها كتهرب ليا هنا، مره كتزير عليا هنا، مره هنا، مره هنا، مره بعض الخطرات كتطلع ليا حتى هنا في الضرع تحت طابق، يعني شي حوايج الصحه ديالي كنحس بها ماشي شادي، يعني فين عندي هنا اللي فقات لي العقد، يعني اللي كون شدنيش غير من الصحه ديالي. انا ما متفقش معك، انا نشرح لك واحد المساله. دابا هو انت كتقول كون ما شدنيش من الصحه ديالك، شي كون ما شدكش من الصحه ديالك ما غاديش ترقبها بالرقيه، كون ما شدكش من الصحه ديالك عرفتي منين غيشدك؟ غيشدك من داك القران اللي كنتي كتقطع وكتبرك عليه، غيشدك من الدين ديالك وغيخرجك الالحاد. خرجت لي اه بلاتي انا بزاف واحد الدرجه ما نقدر ما تصورهاش انت، خرجت لي بزاف، عندي جروباج في الفيسبوك كندخل، خرجت لي بزاف، ماشي خرج شويه، خرجت بزاف. بقى مزيان الكلام اللي كتقول تيأكد داكشي اللي انا عارف، هو انه لا يخرج احد الى الالحاد ولا يدمن ولا يعني ولا تضرب الحمو ولا الناس هذوك اللي تيجريسي مشرملين، كلهم هذوك مس، كل شيء داكشي مس، يعني فيه الجن هو اللي تيخرجوا لذاك الطريق، اي حاجه تتخالف الفطره الانسان راه جني اللي مكلف بها. فهو لو ما شدكش من الصحه ديالك ما غاديش ترق باب الرقيه، اصلا ما ترقتي باب الرقيه تدوزتي عند الاطباء وما سوقوا معك والو، مشيتي عند فقهاء ومشيتي عند كيما نكتب لك اخويا مروان، انا كنت فقدت الامل، راه صافي فقدت الامل ديال بصح باش كنفكر يوميا في الانتحار، حيت هادشي اللي كنحس بيه زيدك الانتحار تاعو، كنشرح لك الاحساس اللي كنحس بيه واخا نبقى نشرح، كنحس هنا، ما غاديش نقدر نعرف 100%. عرفتي المشكل في هادشي كامل هو انك انسان طيب، ندمش عليه على الناس، راه نشوف قالك الوجوه عناوين، والله خويا مروان كاين كاين فرق ما بين داكشي اللي عايش هو وما بين قلبه كيفاش داير. فري دابا هو مع راسو تيقول وانا ماشي هكا داير، فري علاش علاش تندير هكا؟ اه تيدير تصرفات وما فاهمهاش. اه اكزاكتو تفضل. المسألة بغيت تشير لها سي مروان هو أنه ديما كيشكل حاجة وحدة، حاجة هي الصحة، فهمت؟ أنت محور على القضية الصحة وهاد الأعصاب وهذا ما تهضرش عليها بزاف، ولكن فهمني الشيء في أي لحظة كنكون جالس معاه، أي لحظة كيقول لي عندي الأعصاب كيحركوني واحد الإحساس اللي ما يمكنش أنك تصوره، يعني أنا كنشرحه هذه بغيت نأكد على أنه كيتألم كيقول، وعاد كيف ما قلت لك راه تبارك الله جيم والله، يعني تبارك الله راه في مجالات عدة اللغات هذا ما كيفهمني نوض حتى كيرجع كيحقد وما يبقاش يجاوب حتى واحد، تمشي تسد عليه الشهر حيتاش في هذا العصر اللي عايشين فيه ترى لا باز ديال الحياه جبار، هذا راه هي الصحه لا باز، بالخصوص ان هذا الشيء هو التناوي وهذا الامر وهذا الشيء اللي قلت لك كنحس به كيمشي كيطرق ليا واحد الحاجه لا نفسيا لا جسديا، كيمشي يعني كيما نقولوا حنا الرجوله ديالك، يعني كيمشي لك الجهاز التناسلي كيبدا كيلعب بك كيمرضك كيزيد كيلعب بك بزاف، يعني كاش كنقول كون انا ما شدنيش غير من هذا الشيء من صحتي نمشي معاه فين ما بغى. هو دابا راه انت هنا تضلك تمشي معاه فين ما بغى، فين تمشي معاه الالحاد، نمشي معاه فين ما بغى، ما شدنيش غير من صحتي انا كنقولها تمشي لجهنم، نمشي ليها اقسم لك بالله تمشي ليها. هو راه كتفكر بحال علاش ابو مروان علاش عشت العذاب، العذاب النفسي الذي لا يقاوم. ودابا انت ما قديتيش على عذاب الدنيا غتقد على عذاب الاخره، دابا راه قلبي لك المفاهيم كلها عرفتي، دماغك راه هكا سفلو على علاه، دماغك كله مشقلب، خصك تعاود ترتب الامور ديالك، لان انت ملي غادي كت كيأهديك غا في صحتك، يعني يهمك غا صحتك راه غيعطيك الله الصحه،
وحيد لك الايمان. وكين اسمح لي يا اخو مروان نقول لك دابا ملي شنقول السحر دابا انا نقدر نتريني، نقدر ناكل، نقدر نشرب، ما عندي حتى مشكل في المشنا في الكبده في الكلام. دابا الا شافني واحد الانسان اخر راه غنبان ليه فهمتي الطوب ديال الطوب، هنا حتى هي كتزيدك حتى هي تمرضك، كيشوفك الطوب ديال الطوب، يعني تاكل الماكله ديال 10 تسهر 4 ايام ما يوقع لك والو، تكمي تشرب بزاف الحوايج، ولكن الداخل ديالك راك لاعقه وبالضبط بالضبط في العصر، حيت راه بزاف كتحس بالحريق بحال واحد الخيط دايز بحالك بحال السيراتيك بحال فداتك كلها، ما هي رجلك ما هي ظهرك. دي فوا كنكون مريحش كنبدا نديرها كتعواج وما نطيحش، ما الطيح ما عندوش علاقه ديما بالرق بالمس، ما كنقلبوش على ان الانسان يطيح ولا لا. دابا نوقف ليا وجد في هاد البلاصه هادي، انا ما عرفتش علاش شنو كاين، واش القلب القلب درت التخطيط ديالو داكشي خرج كلشي نورمال، واش هنا كاين القولون، واش كاين ضلعه، ما عرفتش علاش شنو لا القولون ما كاينش، كاين جن والله بصح هنايا بعض الخطرات مثلا ما تكميش هذا الوالده عندي في الدار كتقدم القران في التلفازه ياك، كتطلق القران في التلفازه انا مريا في الدوزيام كتعيط ليا كتجوليها وتغدى، كنهبط نتغدى في الكوزينه فهمتي ما كناكل بحال هكا، وفي الصالون تما في المراه ما تلاقوا التلفازه فيها القران، يعني انا كناكل اوتوماتيكمون راه غنبدا نتصنج، كنبدا ناكل كنتصنج، اقسم لك بالله حتى كنحس بهذا الفاص اليسر ديالي كامل بحال باغي بحال باغي تقسم فهمتي، باغي تقسم من الوسط هاد الفاصل اليسر باغي يمشي بوحدو وهذا باغي يمشي بوحدو، يعني تخيل معايا النص ديالك كتحس باحساس والجهه الاخرى فيها احساس اخر. واللي فيه المشكل هو الشق الشمال. الشق الشمال وبدا كيأثر ليا اليمن شي حوايج بديت كنحس فيهم في الفاصل اليمن، هاد العام الاخر بالضبط ما كنتش كنحس بهم في الاول. شي حاجه بحال باش ترونزيس الدين هذاك ترونزيس كتحول بالضبط في هاد المنطقه هذه. كتشرب كتطلع كتشرب كتطلع كتزير ترخف. نسولك شي اسئله واخا خاصين شويه، كتحتلم بزاف كتحتلم بزاف؟ لا 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 ما تيكونش عندك داك الهوس الجنسي بزاف؟ عندي وكيما كنحشرمش مره، عندك علاقات وكذا كيكونوا مره مره كيكونوا مره، نقدر نقول لك مره مره، وبسبب هذا الشيء انني مثلا ملي كنمشي مثلا كتتاح لي فرصه وداك الشيء كتقلب لي اول حاجه تناول، من التناول كدوز ليا خلعه، من الخلعه العصب ديالي كيبدا يقفقف اوتوماتيكمون كتاثر ليا على النفسيه وعلى كل شيء، دونك داك الشيء عندي مخبر بزاف. واخا شنو احلامك؟ احلامي لاباز ديالي في جات الحوايج اللي هما لاباز ديال الاحلام ديالي تقريبا هاد السنين الاخر كامل، اول حاجه العنف، باش انا كنمشي الاعصاب هي باش الاعصاب والخلوه هي باش توقع لي المساله، متاكد العنف بزاف الدم بزاف، يعني مضاربه طائفه تبع المهم العنف. ثاني حاجه الجنس، علاش كنقلب انايا واخا بلاتي وقف لي عند الجنس، كتشوف بنات ولا ولاد؟ كنشوف البنات، ولكن البنات وجوههم مبينينش، يعني بحال الفاس ديال الحلم ديالي كيوصل حد واحد ان الوجه ما كاينش، كتشوف غير جسد. انا من الاول بالي كنقول عاشقه، ولكن المهم يبان كثر زيد زيد. قلتي لي اولا العنف الدم، ثانيا الجنس، ثالثا تعاليش حاجه هو انني بعض الخطرات كنحلم براسي بحال وليت مسطح، يعني كنقدر نحلم براسي مثلا غادي في واحد البلاصه وكنحس براسي بحال مسطن متشرد ندير دربالة. هادو هما ثلاثة الحوايج اللي كنحلم بهم بزاف. القصة كلها دايرة على زهرية العقل. عاود السؤال مرة. القصة كلها دايرة على زهرية العقل. عقل زهري. نعم. اكزاكتو. أول واحد في الحياة غادي يفهمني، غادي يفهمني مليار في المية وجه. أول مرة. علاش؟ هاد الكلمة هادي وازنة بزاف. أنا دويت وقلت لك شنو كاين داك الشيء. الكلمة اللي قالتها بومروان. ثقيلة. ثقيلة بزاف. علاش؟ ثقيلة ثقيلة بزاف. شنو في راسك أنت؟ شنو اللي وافق كلامي في راسك؟
يعني عندك واحد الفكرة في راسك تدور من شحال هادي، جبنا الساروت مع القفل، شنو هو هي ان الفكرة؟ هاد الطريقه التفكير اللي عندي وهاد المخ عندي وهاد الوعي ديالي وهاد الانا ديالي انا كشخص عنده جوج تفسيرات، يا اما انا عندي واحد الطفره في الجينات خلاتني نكون مسطي فريمون ماشي بحال الاخرين مسطي، يا اما تكيل واحد الدرجه اللي كن حاجه صاحبي راه هذا عشيري صاحبي وما كنناقش معاه شي حوايج، راه كناناليزي شي حوايج، راه بعض الخطرات فري انا كنت نوف راسي نقول واش انا هاد الشيء، واش كتكلت شي باي ديال المعجون فرفضني، واش والله يفوق مخك، شوف براسي مخك يبقى يدور اكثر من القياس، اكثر من القياس بزاف الدينامو خدام ما بزاف كيسكتش. بزاف بزاف. وتخيل معايا انا ناس وباغي الناس ودماغي كيقول لي عقلتي فاش كنتي في الباك واحد ليميت ديال الاير ما بغاش يخرج راه كيفاش كتخرج شي حوايج بحال هكا كنبقى ناقش في ما عرفتش كيفاش غنقول لك، كنقدر حتى كنديني الناس بحال دماغ عندي كيقول لي ملي كتبرونشي الشارجور ديال البي سي الضو كيفاش كيدوز الباتري راه كيمشي من هنا وكيبقى واحد السيركل بحال كيبقى خدام والله خدام واحد الدرجه هنا كيصور خاصك دير لي النقاصه، شنو النقاصه؟ دير كتخرج شعل طفي 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 شويه تبارك الرحمن. هو ديجا صاحبي قال لي راه ما شاء الله الدري راه دماغه راه ندمت على هادشي، ندمت كون كنت كون كبر شاف العروبيه نبيع ونشري في البهيم ومكلخ وراني بيخي مجوج المراه وما وقع لي شي حاجه، الخطرات هذيك العلم والمعرفه والطيبوبه والاخلاق وداك الدم الحلو وداك الشيء كيكون عبء، فهمتي كيكون عبء، يقدر الابتلاء يكون عندك في الدنيا ما يقدر يكون فيك انت جنيت انت مشي لا في الذات ديالك قالك في لو فار ديفو ديالك يكون انت هو الابتلاء. قالك النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي نعمة محسود. وري تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اذا انت كتحس راسك انت مكبل بزاف، عمرك حلمت راسك مسلسل ولا مكبل ولا في حبس شي حاجه بحال هكا؟ ما عمرني حلمت بهذا الشيء، ولكن واحد 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 الحلم باقي عاقل لي عنده علاقه بهذا، وانني واحد الخطره حلمت براسي بحال هكا في واحد الحجره في بلاصه عندنا في العروبيه عند خالتي، حيت اصلا الوالده عندي الاصل ديالها راه تقدر تكون شعر فيه سيدي عمر القدميري كنعرف هذا مهم واحد الوالد، ومني قريت الشجره لقيت بانه جد 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 الوالده هذا كان عنده واحد الحكمه، كان كيقري ابناء الجن اللي بحال تشعلي سبحان الله، كان كيقري من القران والشريعه الجن المسلم طبيعي، قلت لك حلمت براسي بارك في واحد الحجره حتى الدار ديال خالتي في العروبيه، وديك وكل مره كندور كنبغي نشوف الدار ديال خالتي كنلقاها بعد شويه، كنعاود ندور كنبغي نشوفها كنلقاها زادش بعد غادي، وكنتعيش غلعه بوحدي والليل والقمره داوي، واحد الخطره واحد اللقطه كيبان لي ملي كندور كتبان لي الدار ديال خالتي ما بقاتش عاب وحدي في الخلق، وجايين واحد الجيش ديال فهمتي ديال واحد بنادم خايب، يعني واحد شي حاجه واحد الانرجي ديال بنادم جايه الانرجي كتحس بها الانرجي خايبه، باغي نهرب ما كنقدرش راه كنشوف فيهم جايين وباغي نهرب ما كنقدرش، ان شاء الله اللقطه اللي غيوصلوا عندي غنفيق وغنلقى راسي باللي فايقتني البوله. انت ما عزيزش راك الرسم بالعكس الزاويه الموسيقى، اش من نوع الموسيقى تستعمل؟ كلشي بوب مارلي بوب البلوز روك بلو مغامشيس قال تقريبا قال سميتو كي كتكون لهاد الدرجة مهووس انت تلعب الموسيقى قريتيها ولا غير اوتو ديداكت؟ عجيب، اش من آلة تلعب؟ بيانو باتري كيتار باس هجوش مايسترو بلا قرايه شي هنا كنتكلم على طاقات، كيفاش بغيتي الجن يخلي لك الطاقه؟ راه ملي كتكون عندك انت الطاقه الجن عرفتي كيشوفك، علاش هو؟ لان بدايه الحرب علاش بدات علاش هو؟ خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينا، هذا الطين المهين تكون عنده هذه الطاقة، خص تكون عندنا حنا بوحدنا الجن، لأن الجن عندهم القدرة، الجن يديروا كل شيء،
ماشي كلشي كلشي، ولكن في نظرنا حنا راه كلشي عندهم طاقة أكثر من الإنسان بزاف. كيعرفوا أشياء على بعد وطبيعة الحال كله بإذن الله، آتاهم الله علما وحكمة وقوة وطاقة. يشوفوا إن يعني هما الجن خصهم أبناء إبليس، ذرية إبليس، نستثني فقط الجن الصالح، خصهم يشوفوا الإنسان مبتلى في الأرض، يهش الرأس بصفة عامة أبناء آدم. فكيف إذا كان هاد ولد آدم مسلم؟ فهنا كتزاد الحرب على الآدمية، كتزاد على الحرب على الإسلام. فالغرض هو الإخراج عن الطاعة، إخراج عن الإسلام، والنهاية اللي بغي يوصل لها إبليس وأبنائه والجن كلهم هو أنت تدخل معاه للنار. دي النهاية اللي باغينا. ديك الشيء علاش جروها الإلحاد الإدمان هكذا. والصحة علاش؟ الصحة راه غير طريق. باش نقول ليه ما تركزش على الصحة، ركز على الهدف اللي باغين هما وخصك توصل ليه، هو داك الإلحاد. فاش تيقول لا أنا ماشي مشكل نمشي مع الإلحاد، وهنا أنت دابا الآن راه من هنا كتحكم أنك كافر من هذا الموطن. حيت ماشي كنحكم بإدراك، لا شو كنحكم بألم. فهمتك أنا هيك اللي كيمشي لشي حاجة بإدراك وبوعي. شوف أنا كيمشي ليها 100%. أنا نقدر نقول لك بشيش، ولكن واخا درت داك الشيء تقدر ترجع يدير شو بألم، درت شو أنا كنتألم. أنا متفق معك، أنا متفق معك، وما كاينش اللي غيعذرك في الناس كلهم قدي أنا. أنا أكد لك هادي، الناس اللي كتعرفهم كلهم والله ما تلقى اللي يعذر قدي أنا. علاش؟ لأن أنا عارف، أنا عارف الناس كيفاش كيعانيو. يعني أنت ربما تلقى مع واحد في الزنقة، أنا شتك عرفتك ماشي كشخص، ولكن ما أسلمت عليك في الباب القصة كلها تحطت قدامي. يعني واحد اخر تو غنتلاقى به في الزنقه، ربما غادي نتبيع نتشارى انا وياه تليفون شي حاجه، غنشوفو غنهضر معاه، غنشوف علامات غير القصه ديالو غتحط قدامي. لما كنشوف انا الفايد شنو كيقول، انا القصه ديالو محطوطه قدامي. فهمتي؟ هادشي ما كيخفاش عليا انا، انه فيه مسمسوني وفيه العجب الكحل، انا لا يخفى علي هاد الامور. ولكن هذا هو غرض الابالسه والشياطين. فالصحه طريق، مش انك تبقى من الابتلاء 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 فيسوقك ذاك الابتلاء الى الانتحار او الى الالحاد. تقول وبنت لك غانا سيدي ربي، ما شتي فلان اللي من نهار كيدير، ما شتي فلان، ما شتي فلان، بنت لك غانا. هادشي اللي باغيين يوصلوا ليه. بصح ان الصحه طريق، الصحه طريق، حيت بسببها حيت ملي كنكون مريح مثلا كنوض كنبغي ندير شي حاجه، نقول وانا لا عقا لا عقا بحكم هذه هي اللي كتخليني لا عقا. صح، ما يعني ما عنديش الا ما درت هاد الحاجه وانا بارك الله ما نقدر نخرج، ما نقدر نخدم، ما نقدر نتحرك، دونك غادي هنا ولا هنا، يعني ما نقدرش نبقى مريح، دونك غنمشي ندير واحد الحاجه اللي قريبه ليا باش نرجع. فريك شتي لا عرفتي ابليس كيفاش كيخدم، ما عرفتي الجن كيفاش كيخدم، ما يسهل عليك تغلبه، ولكن الا عطيتيه الطريق. انا دابا تنصح لك المفاهيم، لان ماشي الواجب ديالي هو نقرا قران ونمشي، الواجب ديالي هو نحط الامور في بلاصتها. الرقيه راه غنديروها وغادي نقراو، ثم ماذا بعد الرقيه؟ الا غنقرا القران وانا تنقول في راسي انا بغيت غير الصحه نمشي معك الالحاد ماشي مشكل، ربي غيعطيني الصحه، ولكن غيحيد لي الايمان وغنمشي للالحاد، لان ما يريد حرف الدنيا نوته منها. اللي بغى الدنيا قال لك الله، اللي بغى الدنيا نعطيه، واللي بغى الاخره نعطيه. بغيتي الدنيا هي الصحة، غيعطيك الله الصحة، غيشافيك. والجن هو بوحدو غير حيهز يدي على الصحة ديالك، لأن عرف شنو بغيتي أنت، عرف بغيتي الصحة ومبقاش عندك مشكل في الإلحاد، غيهز يدي على الصحة لأنه هو اللي يضرك فيها، وغيمشي لك الإلحاد وغتمشي معاه وحققتي لي الأمنية ديالو. برافو. ثم ماذا؟ أنت خديتي الصحة شبغي تعيش بها 200 عام، إلا وصلتي 80 تقول الحد، هذيك الساعة تلقى المصير الحقيقي. أنا ما قديت على الحريق في الجسد ديالي، غنقدر على الحريق في بعد الموت. فمهم هذه تذكرة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. زيد حسيتي بالضمير ديالك تيفيق، كتقول هاوي لينا فيك تقادي.
وكان حيش فريك لو كان انا كنطلب الله يشوف لي ويعاونني الا كان مثلا هاد الجن هو غادي يحس بيا غنمشي للالحاد حيد يدو على الصحه ديالي وترجع لي الصحه. بغيت ربي هو اللي يعاونني ويفوصي على داك الجن باش يحيد يدو. كنتي انا غادي نوري الجن شنو كنسوى. كنتي كتقول يا ربي الا كنتي كاين عاوني. عارفو كاين والاحمق هو اللي كيقول الله ما كاينش علميا وباش نشوف شي الوجود غير الوجود شي الملحد. نشرحك واحد القضيه. شي الملحد اللي كيقول لك الله لا يوجد. عارف الملحد بالسمع وباتباع القاطع. الالحاد ماشي في الوجود، في الوجوديه العدميه. الالحاد في الاراده ديال المساعده. الله عنده القدره وكاين كنسائلو في الاراده. مثلا انت طلبت شي واحد المشكل يتحل ما تحلش. يعني شنو غدير الالحاد كي باش كيدخل كيقول الله راه ما بغاش. ماشي كاين ولا ما كاينش، هذيك الوجوديه راه لا يمكن المناقشه فيها. كاين انا نتناقش معك في الالحاد تتعيا ان شاء الله بعد ما نقراو نتناقشوا الا بغيتي في الموضوع اللي بغيتي. ما عنديش مشكل. لا هذا الموضوع انا كيتبادر ليا الذهن غير بالالم. فهمت. أما هما كيستغلوا هذاك الشيء كيعرفوا منين يدخلوا. عارف الوجود ديال الله وعارف القدره ديالو لا علميا لا باش الله عارف. نسيت شي خويا مروان هو ملي كيتكلم معايا كان كيخرج مره على يعني كيخرج كيمشي لديك القضيه ديال الالحاد ما كيفهمش بغا نوصلك. عمرها ما كانت محوريه عنده، عمرها ما كانت هي اللي كيهضر عليها. بالعكس شحال مره كيذكر سميه الله وكيطلب الله. فهمت شنو نقول لك؟ يعني كانت هذيك حاله شاده فين بعض المرات كيلاشي كيقول لك لا شوف فحالت عصبت فحالت انا عرفت وحده اش كتقول. وقع لها مشكل كتقول يا ربي الا كنتي كاين عاوني. كتقول يا ربي هيا تنادي باسم الله مباشره. بعدا كتقول ولكن ما غتعاونيش. عرفتي علاش؟ حيت انت ما كاينش. شوف جمله كيتشرح تناقض وكتهضري معاه حتى هو ما كاينش. كتقول لي حتى كدوي معاه واحد ما كاينش وكتقول لي حتى ما كاينش ما تدويش معاه. شفت تناقض غريب. وما عارفين الله كاين ولكن ملي كيكون الجن شاد بلاصته مزيان راه اكثر حاجه كيسيطر عليها هي الراس. دابا هو لينير كلهم فين؟ شكون اللي يتحكم في لينير؟ الراس. دونك انا غنمشي نيشان نقول الغالب المس في الراس المفروض تشدك الشقيقه مره بزاف اكثر من الخياس. وعندي صداع نصفي في شويه بجوج. غالبا مس على زهريه العقل كم تشخيص مبدئي. واش هاد المس انقلب الى عاشقه هي او عاشق؟ واش دخل بالعين؟ ممكن كان صغير دار شي تصرف اللي كيبين الذكاء ديالو قدام الناس ما ذكروش الله. ممكن هادشي كلشي احتمالات وارده. انا حاليا استبعد السحر ولكن حاجه ما بعيده. غير كنقرب شنو الاحتمال الاقرب. كتحلم راسك كتاكل باش نطمن اخويا مروان. بغيت نسولك الله يحفظك. تفضل. واش هادشي اللي عندي مصايب واش غادي نتعالج؟ ما كاينش حاله اللي كتحط قدامي بفضل الله وما كتعالجش الا ما كانش هذيك الحاله عندها اراده في العلاج الا ما تبعش. غير هو راه كاينين تعليمات باش نشوف الحالات اللي ما كتشافاش في المس هي اللي قدر الله. هي الحالات مثلا اللي شاف واحد حماق صافي حماق هذاك صعب جدا انه يرجع. صعب جدا الحالات اللي تكون مثلا شي واحد الله يستر انتشر السرطان في الجسد ديالو ما بقاش ممكن يسيطروا عليه. هادو حالات اللي صافي يقرب الاجل ديالهم حتى هما. ولكن في هاد الحاله ديالك انا استبشر خيرا ان شاء الله. انت نوعدك بحاجه حش حشا ظروف الماديه ما معاوناش في اطار انني نقدر نخدم. يعني هاد الحوايج مأثر عليا اقل ايمان غنصطلع هنا في كازا نخدم في سونتر دابي الانجلوفون وندير حوايج الي بريم على كداش ولا تشري 8000 درهم في الشهر في يدك. نقدر نمشي على السونتر ديال لي كور دو سوار نخدم مع الدراري ديال الباك الماتش ولا الفيزيك ولا لونجلي ولكن والو قضيه ما كان والو ما كنقدرش بمسدود
نقدرش أخوة النور. الله يدير الطريق. آمين. نقدر نكمل أخوة النور. لا بدي تصبر أصلا، خاصك تلقى حل كارو، لأن داكشي كلشي كيتقواو به هما. غادي تكمل كارو تما غدخل ما تحسبوا له في الرقية. راه حسيت واحد الإحساس دابا نورمالمون، واحد بحال كنحس بالعصب ديالي شي ياكلني، باغي ناكل شي والله، نحس بشي ياكل فيا واحد الإحساس ديالي. باغي الطاقة، باغي طاقة الكارو. زيدني شي حاجة في الأحلام. الأحلام دي مش نحلم هذوك الأحلام اللي عندهم علاقة بالضعف والحقرة، يعني ديما مريح. فهمتي في الأحلام ديالك نتجول تجول الضاحية، نتجول الضاحية، هاد الشي كل شي مرتبط بدك الشي اللي قلت لك ديال علاش هو يكون عنده خصوم يهش الراس. هاد الشي راه حرب على بني آدم كلهم. وهاد الشي اللي كتحلم به كيأكد أن الحرب على الزهرية ماشي لحاجة أخرى. شتي واخا يكون فرضا، فرضا مثلا تعطاك توكل او لسحر تخطيتي، ديك السحر ما خدامين مش هما خدامين لحاجه واحده اخرى، ما سوقهمش في السحر، خدامين هما على الطاقه اللي عندك. ما خصهاش تكون طاقه غير محرره، يعني يمتلكوها هما وكيتقواو بها وكيخدموا بها هما. من ناحيه الطاقه كاين الطاقه وكيبغيو. راه كنحس اخويا هما بشي حوايج، ومن الصغر ديالي راه كنحس بشي حوايج بشكل من بين الحوايج اللي خلوني نتنوف راسي. كيف ما قلت لك، يا انا عندي فيضره في الدير مسطي حمق، ما كاينش واحد لا زنا. اما عندي شي حاجه في شكل مهم انا ماشي عادي. ما كاينش انسان اللي كيحمق بدون مس. لا، على داك الشيء مروان اللي كنت كنعيش وكنشوف وكنحس، كنت كنقولها بشي حاجه ماشي نورمال فري، وحق الله العلي العظيم كنت كنقول شي حوايج من الصغر ديالي ماشي نورمال. كنحس بيهم. كتقدر تشوف الا تلاقيتي واحد كتعرفوه هو كيداير. دياغنوستيك. في البلاصه كنعرف الطاقه اللي فيه كيداير. عجيب. نقدر ما نعرفش الشخصيه ديالو، ما نعرفش فاش كيفكر، ما نعرفش كيفاش غيتعامل، ولكن كنعرف الطاقه اللي فيه كيفاش داير. واش طاقه بوزيتيف ولا نيجاتيف، واش الطاقه اللي غنتونكاجي معاها ولا ما غاديش تونكاجي معاها واخا ما عرفتيش يكون. سبحان الله العظيم. انت اخويا نور هذا الفيديو كنصنت لك وكنشوف، كنصنت وكنشوف واحد اللقطه درات درتش عند بدر، قلت ليه هاد الدري هذا عنده واحد الطاقه ماشي عاديه، وفعلا عندك واحد الطاقه اخويا مروان كنحس بها دابا. الله يستر العيب. عندك طاقه ماشي عاديه بوزيتيف بزاف. الله يستر العيب، الله يستر العيب. لدرجه انني في الاول فاش دخلت سلم شراك حسيت بالخلع، فهمتي، ما بغيتش نبين هو. سبحان الله. دابا جات اللقطه وقلت الله يجعل فينا رهبه لهؤلاء المجرمين. آمين. الله يجعل فينا هبة. آمين. واجعلها رهبة عليهم. آمين أخوة. لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. خير إن شاء الله، نستبشر خيرا. كتحلم براسك كتاكل؟ الماكلة هذيك واحد القضية أخرى. ملي كنجوع، ملي كنجوع كنحس بواحد الآلام لا يوصف. ملي كنجوع ما كناكلش، هاد الانام في الذات ديالي لا يوصف، بحال شي حاجه باغا السكريات و الحلاوه خصوصا. وملي كناكل خاصني ناكل نعمر، ومن ورا الماكله مباشره خاصني الحلاوه. يعني كنقدر ناكل يوميا، تخيل معايا يوميا خاصني ناخذ 10 ولا 15 ديال ليمواج طونغو طوني عندي هادشي اللي خلاش في الدار ديال الزبل ديال الحشاك ديال وكناخذ هذوك لي شيبس يوميا كنقول لك ناخذ، خاصني ضروري الا ما كليتهمش كنتعصب. وكتبغي المسوس من الملوحه؟ لا كنبغي البنه. البنه مسوس ما، ولكن ملي كناكل كنحس بواحد الانرجي في شكل. دابا نورمالمون واحد انسان عادي الا جاع مثلا يومين ما كلاش غير الماء كيشرب مثلا، واحد 48 ساعه ما كلاش الماء، راه عنده واحد من ورا هذيك 12 ساعه الاولى غادي يبدا يحس بواحد الجوع، ان داك الهرمون ديالو ممكن يبدا يتفرز مع الجوع داكشي، يحس بواحد شوية ستريس. ولكن داك ستريس ما غاديش يدوم واحد ساعة ولا ساعتين، غيولي يحس بنورمال. وداك الشيء نورمالي اللي كاين في داك ديال صيام الماء، واش فاسين هذيك ديال صيام الماء،
يعني من بعد انسان كيحس براسو بدا كيرجع لا نورمال. انا الا ما كليتش دازت واحد المده راه كنحس بواحد الالم في ذاتي كلها ماشي في المعده. الصباع ديالي كيتحرق والكود ديالي كيتحرق وبالخصوص بالخصوص القناج مفاصل نا 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 كيكحال ولا شنو؟ لا الالام فيهم الداخل. ومن اللي كناكل كما قلت لك كنشبع خاصني بلاني كناكل هذه الكونتيشي ديال الحلاوه وي وتبع بقوي الرؤيه سالي اخبش هنا باش نشوف اخويا لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كتحلم راسك كتاكل وكناكل كنتلذذ في الحلم تضر غادي يكونوا كنحلم بدوك اللي طلع كبار وداك الشيء شاور ما بداش وكنحلم فري كنحلم بداك الشيء كبير في المعبر كنتلذذ في المعبر. كتحلم راسك كطير؟ لا غرقان في الماء؟ لا عمري حتى شفت راسي غرقان ولا كنطير. وكاين الحلم اللي كنانسيستي عليه بزاف هو داك اللي قلت لك ديال انك ديال الحقره ديال كتحس بدون قيمه فهمتي الذله والهوان في الحلم ديالك كتحس بالذل كتفيق يعني من الفيقه كتحس بواحد الاحساس ديال الذل من الديبار ديال النهار ديالك. ملي كتصور ما كديرش هاد الحركه ويلا ويلا باغي نخرج ليا وانا كنحيد فيها هذيك الحركه خويا مروان الا ما درتش سير شوف اليد اليسرى ملي كنديرها كنتنفس بزاف. وملي قلت لك هذيك الحركه اللي كنديرها انها مشتراجي مع القران كترتاح ماشي كنرجع كنولي بحال حس سبع كنمر كي السبع فري بحال شي واحد كتقوى بحال شي واحد كيكون مثلا ضعيف محقور داك الشيء كتجي حتى كتعطي جيش شتي ملي كنتكلموا على الماسونية عرفتيني سولتك على الرسم واش كترسم العين؟ كنرسم جوج الحوايج انا صاحبي قلت لي الرسم ديال الفن سوا ندخل قويله عندي شي واحد العيبه عندي في البيت تكلم مروان علاش كتبت هاد القدره ولا شي رسمت شي ولا يلا سير على الله راني حصاعد عندي في البيت حاضر كنشوف فين نرجع والعين والنجم الخماسي ومرة كنطق في شي بلاكس ينو بين راسي مبقاش بجد زيد كتايا شو جاي سحارة ماسونيين سد باب طوالي تعرفك ماسونية كيف سمي الله وسد حيش شابو مروان حيش السرعة باش تعلمت اللغة الإنجليزية والموسيقى الضغطة جوج الحويج ما يقدرش يديرها واحد نورمال او درجه انني بعض الخطرات كنكون هضر في ميساج صاحبي وكنكتب ميساج بلونغلي كنقدر كنقول شي حاجه اللي ما عمري قريتها في الدروس وكنمشي نقلب عليها كنلقاها كاينه. اقسم لك بالرب اخويا مروان بغيت ربي ما يكتبش عليا شي فائده استغفر الله العظيم كنكون كنكتب شي ميساج كنكتب شي جمله ولا شي فراز ولا شي حاجه وما عمرني قريتها ولا شفتها وصحيحه يا هذا ذكاء ما يمكنش اجي الانجليزي والله 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 وفي الموسيقى كذلك ابو مروان راه واحد الصوره عاش علمت بها الموسيقى واش علمت بها تخيل معايا الموسيقى الشرقيه دي ساليشه في عامين كاع المقامات ديالها تمشي تدس كنقرا في البلوز كنقرا في الجاز في البلاصه كتشوف شي حاجه كتفهمها هي غتعرف المقام باش غنقرا غتكون في شغلين اخر ان شاء الله ان شاء الله سبحان الله العظيم باش تكون عارف المس الماسوني هو اللي كاين ولا كنت متاكد منه الا كان كاش كنقول الا كاين مس ماسوني المس ماشي هادي ماشي مسلم ماشي لا شنو مسلم هادي هاك كنحضروا حنا واش يهوديه واش نصرانيه واش ولكن الماسونيه هي اللي كاينه اصلا اللي كيدل الماسونيه زهريه العقل ملي كتكون زهريه العقل غالبا تكون الماسونيين هما اللي مكلفين لانهم كيسرقوا الخلايا ديال الذكاء وتخدموا بها في العالم ديالهم
وديجا راه غتكون ربما غير حلمتي وما عقلتيش انك زرتي بلاصه الماسونيه او لا خدموا بك في شي حاجه، ضروري غتكون شي حاجه بحال هكا. وباغيين يخدموا بك حتى في العالم الالحاد، لان بالذكاء اللي عندك الا كنتي في الالحاد غتعرف تجر ناس واحد اخرين، فهمتي ولا لا؟ غتكون عندك حجه في الاقناع، تشد الايه تقلبها. بعد الخطراش كتجيني بحال رؤيه في اليقظه، كنتخيل راسي مثلا زائد هذه الرؤيه هذه بحال ان الدماغ ديالي شي غادي يبدا خدام الراس، مثلا انا مثلا كنطيب شي حاجه باغي ناكل مثلا، ولا في اي اطار انا كناكل، ملي كنكون كناكل يا اما كندير لي زياج كنصنت الموسيقى، ولا مش كنصنت الموسيقى كنبدا نفكر دماغي كيخدم في شي حاجه، بين الحوايج كيخدم فيها دماغي كنتخيل راسي انني انا كندوي على هنا اللي محكم دابا، يعني الا ما درتش هذيك اللقطه غادي نحس بالعافيه، الا درت هذيك اللقطه غنحس بالراحه، شن نحس براسي انني مريح في واحد البلاصه واحد بحال المنبر، وكتخطب في الناس كنخطب كنقول لهم ندير واحد الكتاب مسمي ذا جريت بولشيت، يعني ديك العظمه العظمه العظيمه، ديك اش كيتسمى البولشيت، ديك الزبل العظيم حاشاك. اي عرفت عرفت بولشيت شنو ذا جريت بولشيت، كنناقش فيه شنو هو الوجود ديالك يعني كيفاش طن طن طن، كنتخيل راسي بحال انت مشروع استاذ الحاد مزيان هادي، انت بالنسبه لهم مشروع استاذ الحاد، فهمتي؟ قصحاتك هادي، قصحاتك ولا ما قصحاتكش؟ مش حسيتي بحال ضربتك بشي حاجه ياك؟ غمض عينيك، الاسرار ديالهم نجبدوهم، وهذا الشيء اللي ما عجبهمش هما، وهذا الشيء اللي برزتهم في هذه الحصه ماشي انا غنقرا القران، مبرزتهم هو السر اللي غيتجبد، حيت الا تجبد السر غيضعفوا لانه غيتفرشوا، لان هذا الشيء اللي خدامين عليه، تخيل معايا خدام عليه خدامه عليه الفاسقه العاشقه الزانيه المكبوته خدامه على هذا الشيء 20 عام ولا اكثر، تجي انت تهدموا ليها في حصه واحده في جوج كلمات، ايه وخساره كبيره، ايه وشتي اشتي الضحكه الشريره استاذ الحاد برو ماكس، الله يلعن عليك. الغرض من هادشي كله، اعطينا شنو بغينا نعطوك شنو بغيتي، اعطينا شنو بغينا، عقلك طاقتك الحادك، نعطيوك الدنيا وما فيها، نحلو لك الفلوس، الصحة تعيش مزيان، كل شيء بخير. تمهيدات ديال هاد الشيء هو الفكرة اللي في الراس، انا غير الصحة اللي عندي، ما عنديش مشكل في الالحاد، هاد الشيء اللي باغين، حرب كل على هاد الشيء، ومازال شادين في الصحة حيت باقي ما عطاهمش اللي بغاو، حيت باقي متردد في الالحاد. نهار يشد طريق الالحاد في مره ويدخل فيه بقوه ما يلقاش مشكل، ولكن خسر الدنيا والاخره. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انقلب على عقبيه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. أي خسارة أعظم من أن تخسر دينك وأن تخسر ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أي خسارة أعظم من هذه؟ لا دنيا ولا آخر، نسأل الله السلام. حتى الدنيا والله ما يشوف السعادة، بالله ما تشوف السعادة ولا تكون لك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم
الله يثبتنا على الحق، الله يثبتنا على الحق. أنا أقولها دائما، حرب الجن والشياطين هي حرب على الإسلام، حرب على الإسلام. أن تملأ جهنم بمن كانوا يقولون لا إله إلا الله. شوف لا إله إلا الله كي سمعها هو، ماشي كي سمعتها أنت، سمعها هو بحال شي منطقة لداخل، صح ولا لا؟ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يلا لا إله إلا الله. شوفوا قفوف لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله. رغما عن أنوف الملحدين والماسونيين وعبدة الشياطين، إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. واللي ما عجبو حال يشوف شنو شنو يدير، يتغطس في الماء باش يدير تش. الحصة الجاية الماء والثلج، الحصة الجاية البيسين ماء مرقي والثلج. عرفتي داك الرقية، الرقية ديال البيسين والثلج هي اللي غتكون الحصة الجاية ديالو ان شاء الله تعالى. واحد الحال سخون، حيدو داك الناموسية وغنجيب واحد البيسين غونفلابل وغيتخشى فيه وغيكون فيه الماء مرقي وراه برع، تنوريهم حنايا واش لا اله ولا لا اله الا الله. انا بحالكم علاش كنقلب، انا بحالكم علاش كنقلب. اكثر حالات كنبغي نشد انا هما هاد الحالات اللي كيتحداو الله، كيتحداو الله. لان كاين فرق بين ان واحد خادم سحر، الساحر كيبزز عليه انه يمرض فلان او اللي يطلق فلان على مرته، هذا خادم سحر. وبين واحد ما لقى ما يدير، دخل يدمر انسان حيت يقول لا اله الا الله، حيت عنده شي حاجه ما عاجبهاش. ايوا سوف نرى، سوف نرى. اعطيني عفاك بدر هاد القرعه، شو عفاك دير فيها، دير فيها الملح يولي بحال شكل ماد البحر. احنا راه ما عندنا في الدنيا الا لا اله الا الله، والله ما عندنا سواها. طيب باغي نحاربونا عليها. ايوا صبر باش تعرف باللي الكلام اللي كنقوله هو اللي كاين. اش فيه العافيه داكشي اللي بقى راه دابا هما اللي شعل، دابا راه داكشي اللي شعل فيها هي العافيه، راه هي اللي شعل فيها العافيه دابا. كاين شي ايات معينه كياثروا فيك ولا ما عارفش؟ ما عارفش. آية التوحيد لا شك غيكونوا كيأثروا فيك، آية التوحيد زيد مرة. غير زيد، زيد خصو يتملح مزيان. آية التوحيد، داكشي كله اللي كيحس بيه في الصحة ديالو هما اللي كيحسو بيه ولا هي اللي كتحس بيه؟ حيت الماكلة كيتقوى بها كياخدو الطاقة ديالها، هو الماكلة كاع ما كيستافد منها، كاع كلشي كياكلو هما. الحصة الجاية الماء والثلج ان شاء الله تعالى. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الانشقاق، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله، لا
إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اكتفي بارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الله أكبر. يرفع الأذان. يرفع الأذان وبه نبدأ إن شاء الله عز وجل. صفيح حرك هذه مزيان. يشرب منها عفاك واحد الكمية مزيانة. يقرقر مزيان. بسم الله. خذ عفاك شرب. صافي. بسم الله. شرب 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 مزيان. لا لا شرب 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 واحد على الأقل واحد ثلث ديالها. شو يديه شو يديك عواجد شو يديك عواجد شوف شو يديك عواجد. عرفتي هذا كي كينزل عليهم كينزل عليهم بحال البركان. انتقم منهم على داكشي اللي داروا فيك. يلا بقوة. شو يدي شوف يدي شوف هكا يدي. زيد انتقم. انتقم لدينك. انتقم لربك. انتقم لصحتك. انتقم لإيمانك وتوحيدك. يلا كن قويا عليهم. رد الدقة شي شوية. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هو باغي ولكن ما خصو يكون قوة منهم. خليهمش يلعبوا عليه. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. بارك عليه دابا غيعاود يشرب من بعد إن شاء الله. دير عفاك الخدية تما وتكا تسرح مزيان. طلع شوية. الله يقويك ويكون معك. نعم. سد عينيك ما تحلهمش. الله يرضي عليك. جمع النفس من نفك مزيان. بسم الله أوله وآخره. خرج من فمك. زيد قد تكرر. وديك شوية تلمس على نفك. تحضي معايا يدي باش ما يديرش حركة الماسونية. ما خصوش يديرها. ونتهدا وما يديرها وانا كاين. تعود فيها. بسم الله بسم الله. كرر. رفع صوتك شو نسمعوك. مع النفس. جمع النفس. بلوكي. قولها. خرج نفس من فمك. احسنت. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. كان ضعيف مسترق. حسيت في حجم بدل الجسد ديالك ولا ليا؟ كتحس في حجم بدل دابا؟ باش تنمل؟ تنمل داكشي بحال هكا باغي يهرب داكشي ترخف داكشي. ما تخافش كمل كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم
العليم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا في بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون كمل عفاك لأنك إذا الشيطان كان ضعيفا ما تحبسهاش يضرب بقوة قال خذها ولا تخف
إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال رب
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. من خلال
يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى. غنوقف وقفة باش نشرح واحد المسألة. هاد الآيات اللي هما أنا ما كنتش مخططش غادي نقراها ولكن جا في بالي طه. وهاد الآيات التي تتكلم عن سحرة موسى الذين آمنوا وهددهم سحرة فرعون عفوا آمنوا بموسى ورب موسى وهددهم فرعون. وهذه الآية موجهة لي وأكثر من موجهة للجني أنه سحرة فرعون حينما تبين لهم الحق وآمنوا هددهم فرعون بتقطيع الأرجل والأيدي. فين يبان العذاب اللي كيحس به؟ واش قالوا؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يتحدثون إلى فرعون لنفضلك على ما جاءنا من البينات حين علمنا أن الله هو الحق. فاقضي ما أنت قاض، دير اللي بغيتي غير أننا نؤمن ونثبت على إيماننا. فاقضي ما أنت قاض، عذبنا إن شئت. مهما بلغ هذا الأذى وهذا التعذيب منك لن يصل إلى تعذيب الله إن كفرنا به. فاقضي ما أنت قاض، دير اللي عجبك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهما كانوا كيعيشوا مئات السنين، 300-400 وانت طالع، فما بالك احنا ما قدرش نصبروا حتى على سنتين وثلاث سنوات وعشرين سنة 80 سنة. يعني فلتكن لنا أسوة في هؤلاء. ربما حصة اليوم ماشي حصة تعذيب الجن أكثر من أنه حصة تثبيت إيمان، لأنه لن يتعذب الجن إن كان الإيمان في ضحضاح. لم يكن الإيمان قويا ما يغني عنك أنت القرآن إن قرأته. كل شيء السلاح بضاربه. نعطيك أنت موس ونعطيه هو موس، مش كل اللي غادي يضرب أقوى، هو نفس الموس ولكن ضارب. العبرة بالضارب، السلاح بضاربه. غنعطيه الرقية وغادي نعطيه البرنامج، لكن بأي قوة سيضرب؟ بقوة أنا بغيت صحتي ولا بقوة أنا بغيت إيماني؟ ما الفرق؟ أعوذ بالله. قالوا لن نؤثرك على ما جاء من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه
عصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا، يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي 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 ولا برأسي. ركن اليد اليسرى، شد اليد اليسرى واضغط عليها بالأصابع. ولا برأسي 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 برأسي.
برأسي قال يا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا برأسي ولا برأسي ولا برأسي يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت علي عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله إنما إلهكم طريقة إن لبثتم إلا يوما
لا ترى فيها عوجا فقل يا فسجدوا إلا إبليس أبى
عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يأتهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي Yeah.
الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يشرب داك ال يجلس ويشرب محمد كاين شي حاجه واش قريب حداك تجيب الماء تجيب شي قرعه ديال طونس وجي اشرب ما استطعت من ديك القرعه طلقت صباع ديال يدك اليسرى نعم باش كنتي حاسه اثناء القراءه كلها اثناء القراءه كنت كنحس بالم في هاد البلاصه بالضبط كنحس بحال شي حاجه باغا تخرج شي حاجه لاصقه وباغا تخرج واي فوا كتخرج تراك باش كتخرج انها مثلا ملي كتحيد بحال شي قنبه محزومه كتحس بعقده تحلج انت واحد سبحان الله تمثيل عطيني شي قنبه شي حاجه كتحس بحال شي حاجه معقوده عندك هنا وتحلج الحمد لله وكنت تشحل ايطاب بار ايطاب شويه بشويه الله اكبر الله شوية اكبر بشويه الله اكبر عندك هنا هات البلايص بالضبط هنا وهنا الوسط والجنب الايمن هنا بين الصدر وهنا في جوج بلايص وفوق السرة وزائد في الاعصاب ديال الرجليه وديال اليدين كلهم كتحس بها شحال كتحل داتي كامل سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله شنو اخر مازال درت قدرك بلاكس جبت واحد الراحه عشي في راسك في الجسد كله وهنا هنا بالضبط هنا كيكون عندي واحد
التشنوجات هنا في البلاصه من الاول هنا عاده تكون عندك تشنوجات صعيبه دابا حسيتهم مرخوفين شويه بزاف الحمد لله الحمد لله الحمد لله يزيد شنو اخر كان عندك تنمل في شي بلاصه في البلايص اللي قلت لك فيهم انا هذاك كان تنمل نيت بحال تنمل كتحس فجاه كتفك فوالا بحال النمل غادي وشي حاجه وانت كدير دك الحمد لله واجد جاني شويه كدت الله هاي الكوباك مزيان شويه ولكن ماشي مشكل واحد الساعه شديت لك في يدك فم قلت البطل شد لك في يدك فمك عواج كنت كنردد براسي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي مازال نكمل ان شاء الله ملي كنت كنردد براسي 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 تزاد عليك الحال تما شويه تزاد عليا هنا تزاد عليك تما كنتي بحال كتعصر وفمك عواج اش هاد البلاصه هادي حسيت بها بحال واحد الوجد باغي يخرج وفين ما كتزير هادي راه بحال شكل واحد البؤره ديال الاعصاب يعني هادي لا تشلقت كتزير واحد الساروت كيجر داك الخيوط فهمت دونك هادي ملي كتزير كيجر لك لينار ديال الكل هادي هي كيعوجو كلشي هاد البلاصه بالضبط هنا وفم الكلب وما بين الصدر هنا فهاد البلايص هادو مر شويه هنا شويه كاين هنا ما شاء الله وانت مغمض عينك ما بالك والو ما شفتي شي صوره معينه لا ما بوار مزيان كنتصلى شو حسيت وراه مزيان امور كلها مزيانه الحمد لله امور كلها مزيانه تقدر تكمل هذيك القريعه تشربها كلها حاول واش تيجي لي البلا اخر حسيت بالشحفه واه صبر وصافي واخا يجيك الماء الاخر خصك تصب دابا ما مرقيو واه 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 هاي صبر وصافي نكملها كامله نكملها كامله ان شاء الله هذيك راه شويه الناس كنعطيهم 5 لتر 5 لتر في دقه كيبقى شويه بشويه كيشرب 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 باش في الاخر كيدير استفراغ يلا حاول تشرب ان شاء الله مزيان قرب ان شاء الله الى التوحيد علاش جبتي رجليك هكا حسيت بلو بحال الضرب دملو عليا دابا فاش شربتي سدني الشغل الخشبي مزيان 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 جمع النفس بحال قبيله لا اله الا الله ردد لا اله الا الله وخرج لا اله الا الله يلا بقوه ان شاء الله يلا بقوه ان شاء الله بيقين قولها بيقين اكثر كلمه كتادي المسونين هي لا اله الا الله لان حربهم على لا اله الا الله شتي شي حال قويه لا اله الا الله يلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايوه اجمع النفس الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عفاك رفع التوحيد في يدك بجوج هبط الكود ديالك على الناموسيه رفع يدك توحيد بجوج هزهم هزهم يدك هز لا تقول حالك يا وقف صبعك مزيان لا دي السبابه هاك يلا رد القوه نفس اجمع النفس وحده لا شريك له قوله والحمد وهو على كل شيء قدير اجمع النفس مزيان بحال غتغطس في الماء بلوكي قولها دابا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
الشركة لا هو الكولا والمحل ولا كل شيء القضية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له خدام ذبا يونس له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير نفس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء الآن نص طريقة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما توقفهاش وأنا أقرأ كمل خدت ضرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام قال كم لبثت
العلم قائما بالقسط. لا إله إلا لا إله إلا هو.
لا إله إلا لا إله إلا لا سبحانك إن كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين لا إله إلا الله يحرق بها كل جن ظالم لا إله إلا الله يحرق بها كل جن ظالم لا إله إلا الله تحرق بها كل جنية ظالمة عاشقة لا إله إلا الله يحرق بها كل من سكن الأبدان بظلم لا إله إلا الله تحرق كل ماسوني وماسونية لا إله إلا الله تحرق كل ماسوني وماسونية لا إله إلا الله تحرق كل ماسوني وماسونية يريدونه ملحدا يريدونه ملحدا يريدونه ماسونيا لا يعبد ربه يكفر بربه يدنس المصحف يريدونه أستاذا في الإلحاد يريدونه قائدا رائدا في الإلحاد يريدونه سيدا في قوم الملحدين اللهم عليك بهم اللهم أحرقهم بنورك وأحرقهم بنارك اللهم أحرقهم بنورك وأحرقهم بنارك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم أحرق من ظلم عبادك وانتهك حرماتك وآذاهم في زهريتهم اللهم أحرقهم وأبعدهم وزدهم عذابا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اجلس يا أخ العرب أو أقعد كيف الفرق بين اجلس وأقعد اجلس القائم وأقعد للنائم اجلس القائم واقعد للنائم ما لغة العربية يا سبحان الله لا ترادف في لا ترادف في العربية لغة الوصف الدقيق كتوصف ايوه قم يا قائم قم يا نائم وحد الدائم لا اله الا هو افلام مصريين وحدوه هذاك شنو خاصك انت خاصك وحدوه جيد جيد أمور تحت السيطرة كل شيء واضح كل شيء باين غيبقى اللي غيبا مع الوقت واش عاشقة عاشق دخل بعين دخل بحسد على زورية العقل لأن كاين تحسد الشياطين على زورية العقل كيحسوا بالطاقة كيعرفوها طبعا هما عندهم لانيس ديال الزوريين والدرجات ديالهم وأكثر حرب على زورية العقل لأن خصهم الطاقة ديالهم يخدموا بها في الماسونية وبدون إذن ديال الآخر
باذن الاخر شكون الاخر زعما مول العقل مول الزوري ما كيخدموا لا بدون اذن طبعا لا يستاذنونه او لا كيوصلوا معاه لدرجه الاتفاق عطينا نعطيك انا غنحكي لك هذه ديما كنحكيها ونبقى نحكيها انا دازت عندي امراه عندها زورية عقل وعندها عفريته عندها عفريت بحسد الشيطان على زورية العقل المشكل ماشي هي راه مصابه المشكل في راجلها زوجها كتقول لي كنت ما تختار من الناس الا هو في الصلاه تكبيره الاحرام ما كتفوتوش في الجامع صلاه الفجر صيام الاثنين والخميس يعني مظاهر التدين كلها عنده ربما لا تنقص الى اللحيه وسواك في مظاهر اقصد مظاهر التدين ليس في التدين الحق ف بدات يوقع لي كيزيغ افكار كتزيك السموم بدات كتنتشر في الراس ديالو ففي المنام راى من يقول له اعطينا نعطيك تبعنا كاع اللي بغيتي يقول لك نخرجوا لك من يدك الذهب هو فاق ما عارف شنو الذهب اللي غيخرجوا لي من يدي معايا ياك ما عارف شنو الذهب اللي غيخرجوا لي من يدي فاق جاته رغبه انه يرسم مشى شرى لوحه وشرى داك البانسو ما عارف شنو يسميوه الصباغه وبدا يخربق طلع الطابلو تشوفوا تقولوا بيكاسو هذا طلع طابلو ما يمكنش يطلعوا انسان عمرو رسم في حياته هذيك اول مره يرسم والرسامين 99 فيهم في المية مصابة بالماسونيين باش تعرفوا شوف اللوحة ديالها فيها العينين شوف اللوحة فيها العينين يعني اللوحة كلها رسمها عينين ودابا كيفاش كيبدعوا كيخشيو عين وسط عين وعين وسط مثلا كيرسم لك حوتة الحوتة راه شكل عين لان الحوتة هكا دايرة وسطها كيدير داك الدوار ديال العين وتيدير من تمنا مثلث وديجا الديل ديال 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 السمكه على شكل مثلث مقلوب ويجيو حنا بغينا ندوزوه علينا يدوزوش علينا انا التلميذ عندي في القسم كنهضر على الشياطين هو يديرها شفتها فشي لايف قلت لي حيد يدك خلاص فشي حاجه شفتك ها واحد الفيديو قلت لي حيد يدك 30 واحد في القسم عيني مشات ليه نيشان الطاقه كتجر وعاود كي هو يديرها حركات كيف اشتريت لك حركة؟ قال لي والو تكسلت راه عادي قلت له ولدي انت اللي ماسيق خبار وعنده مارد في الراس هو مارد على زوري شحال في العمر ديالو ايوا في عمره 17 سنة يعني هما ما كيفرقوش في العمر لا بالعكس هما كيختاروك من تكون صغير انه ما معروف لا ليست ديالهم معروف لان انت السلاله الزهريه كاينه عندنا معروف دابا راه ماشي انت اللي زهري راه تماما باباك الوالده ديالك وغالبا تكون هزت شي حاجه من عند الوالده ديالك بالضبط المهم ارجع معاك للرسام باقي عقل الرسام رسم هذيك من تما ولا رسام والطابلو تبع ب 40000 درهم وانت طالع داكشي داك النوع اللي كيتحط في المتاحف وفي الغريب شنو وقع جاتو داك النشوه بعد ما رسم انه يضرب واحد الكويرو هو ما تيكمش في الاصل كما الدخان اللي خارج من الكارو تشكل ليه وجه هادشي كلشي اللي كنقول لك حد الان تعتبره تخاريف ولكن نعطيك الدليل ترسم ليه وجه هذاك الوجه أقرب ما يكون إلى صورة الشيطان في أذاننا ليست صورة الشيطان الحقيقي لكن في أذاننا ذاك الشيء اللي كنشوفه في الرسوم حمر وعنده القرون وبدأ يكلمه ذاك الوجه الدخان يكلمه يحدثه هكا كيتحرك لأن الدخان الكارو ما غيمشي غينتشر ما غيبقاش مجموع يحدثه خرج لي نيشان الماسونية وتكون معنا وكل شيء ديالك وهذا 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 سال داك التبويقه ديالو جا الام زوجته تحكي ليها قالت لي انت لا شك انك كميتي شي حاجه اخرى مع الكارو وهذا جواب كل من يسمع هذه القصه يقول لي ضربتي جوان انت ما ضربتيش كارو ترى تلسعتي المره الثانيه عاود تشكل لي داك الوجه وتهضر معاه قال انا نمشي معاكم ما عندناش مشكل تحلوا لي البيبان وكل شيء حيت هما قبل ما كيعطيوك اللي يعرضوا عليك تسدوا عليك ابواب كثيره تسدوا لك باب الرزق باب الصحه باش تضطر انك تكون معاهم
يعني اللي وجوك في الرخاء ما غتبغيش خصهم يجوك في الشده غتقول لهم فينا والله في هذا الشيء الله الذي يبتلي من ارسلهم اليك ومن بعثهم اليك ومن سلطهم عليك الله وما هم بضار نبي من احد الا باذن الله يختبر صدقك كما سلط فرعون على سحرة فرعون وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا كما سلط الله فرعون على زوجته آسية اللي حين آمنت ربطوا لها يداك على اليمين ويداك على الشمال ورجليها كم فرقين ربطوها بالوتد والحجر في الأرض وأرسلوا عليها صخرة من عالم تخيل معي أنت يشدوك يقول لك تؤمن أن فرعون هو الله دخل معنا في الماسونية فهذا يعني نسقطوها على الواقع الآن اللي كنشوفه ورابطين لك يدك هكا مجبدين ورجلك مجبدين عاد كي داري ذاك الشكل ثم غيطيحوا لك صخرة من الفوق إلا قلتي لا إله نحيدوا الصخرة تكمل إلا الله ننزلوا الصخرة وماذا صنعت آسية قالت ربي لا إله إلا هو ونزلوا على الصخرة ورد في السنة في الأحاديث وفي الروايات وفي الآثار في التفاسير أن تبسمت شافوها تبسمت قبل ما تنزل الصخرة وأورادوا أن روحها قد قبضت قبل أن تنزل الصخرة عليها فما نزلت الصخرة إلا على الجسد دون الروح وما شعرت بألمه ولكن يرى عذبت من قبل اختبار من الله أتصدق أم تكفر وإلا لو خلنا الله عز وجل ما يبتليناش من الذي يدل على صدق إيماننا التمحيص سورة الحجر يلا يلا من يذكرني أوائل سورة الحجر سبحان الله قلبوا علي لأنه ما حضرتنيش أفحسبتم أن تتركوا فحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أفحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تأكدوا لي من الآية عفاكم وهم لا يفتنون فليعلمن ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يعني مدار كل الأمر كله على الابتلاء الله الذي سلطه ولكن لما تتقوى بالله لا بد أن تنصر ولو بعد حين لا بد أن تنصر ولو هذا حين. لا تكمل لك. يعني أستطرد لكن أرجع إلى التي صافا ماشي مشكلة خلها تمام تفكرون. فالمرة الثانية لما تي أحسب الناس ويتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذه سورة العنكبوت. في المرة الثانية قال له أنا معكم. عطاوني اللي بغيت وبغيت نصورك قال لي صور ما يتيقك تا واحد وصور وعندي الصور سالي ونوري لك اسمعي هذا داك السيد اللي كان كيتصور اشنو دار كمل مع الحديث مع داك الوجه الشيطاني وقال له واخا انا معكم انا عندي شرط تحقوا لي داك الشيء اللي بغيت ما تاديوني ما حتى شي حاجه وبغيت نصورك بغيت ناخذ صوره لداك الدخان وخلاها قال لي صور وعندي الصوره اوريها لك الغريب انا شنو هو انا منين ورات صوره لمرتو قالت لي قريب شويه للوجه ديال هذاك ولكن بقات كي يقولوا العربيه تشخوشات توضرات توسوسات حيدت التليفون صافي سالت مع الرجل الادراج بدات يوتيوب كتقلب طلع لها اشهار ديال بارفان سوفاج ولا دخلتي البارفان سوفاج الاشهار ديالهم في يوتيوب غيطلع لك دايرين فيه صوره شيطان احمر كان اقرب صوره الى الصوره التي صورها هي ديك صوره الشيطان كانه تقولوا ليها الا ما تيقتيش هذيك شوفي قارني دابا هذيك مع هذيك وعندي الصورتين بجوج نوريهم لك ما كاينش اللي وريتهم لي وما قالش ليا تطابق بنسبه 90% تقريبا 88% وكذا
يعني داك شي ملي مرتبط في يعني واضح لأي واحد يعني لش من درجة وصلوا معاه الماسونيين باش يتبعهم يعني لا شك انه عنده طاقة باغيين يخدموا بها كيش حاجة فاضي والطاقة فاش كيحتاجوها يخدموا بها لأنهم كي في السحر في السحر انت لو طحتي في السحر ما يعطلكش انت لو طحتي في السحر ما يعطلكش قد تسلم عند واحد الواحد غيجي واحد غيقول سكا غندير لك تنظيف الطاقي كاش خايف منه في خبار غيحط راسو على جبهتك غيحط يدي على جبهتك وغيبدا يتمتم وما غتدي ما غتجيب وهو كيسلب لك الطاقه غتفيق تحس براسك خفيف غيغبر هو ما غدوش سيمانات غادي تولي تسرى في الزنقه وتربي حجر لانه سلب الطاقه للعقل بما يفكر الانسان بالطاقه لما تزوري العقل الذكي لانه عنده طاقه اكثر عنده طاقه زيده فطاقة التفكير الزهرية ديال الذكاء عنده الاخر عنده طاقة عادية داكشي اللي عطا ربي على قد الحال فهو غيسلب لي طاقة لي اصلا كيف الجني يصيب المريض بالجنون سحر الجنون كيسلب لي طاقة العقل كيتقوى بها هو كيسلبها ولماذا الحرب على الزهري لانه غياخذ الطاقة اللي غادي يتقوى بها وغيتعلى درجته في عالم الابالسة والشياطين لانه كيسميه شيطان لداخل الجسد لا يدخل الجسد شيطان يدخل الجني فقط ولكن لما تكون زوري كيكون هو داك الجني يسعى في انه يولي واحد النهار شيطان اي جني ممكن يولي شيطان ولكن خصو طقوس وخصو يكون اذى مثلا 100,000 زوري مثلا ومثلا اصاب بالجنون 100,000 زوري مثلا وهكذا امور شروط مثلا الطاقة كانت تقبيها بزاف كيقولها ورم الرسم كيف الطاقة لحظة تذكر المصطلح ديال الطاقة كذا مرة والناس عادة لا يعرفون الأمور كيف تقبيها بزاف وانا المهم انا الان قربت لك الصورة ديال شنو مالاش كيقلبوا دابا انت سمعوها دابا انت قلت لي هي هادشي وكنحاول انني نصفط الهضره ديالك على داكشي اللي كنعيش كتعيشو كله التطابق ديال واحد 150% 120% حاش بصح حيت لو كان انني بصح عندي مشكل في الصحه يعني راه اي حاجه درتها غادي نبقى مريض حتى نداوى عند طبيب وكي ملي انك ديرو شي حوايج بالضبط كتحس بالراحه راه في شكل هادشي وشتي واخا فرضا نديرو معك كاع فرضا نديرو معك او مع غيرك اتفاق ما عمرك تامنهم هذا هو اللي بغيت نقول لك النهايه صادمه النهايه سرطان النهايه حمق وجنون من غير الالحاد حتى لو بالله عليك ماشي اكثر الناس انتحارا الملحدون على داك ما فيش مس يلا كنت كنشوف مؤخرا صورة ديال اريد اذكر اسماء وحده مصريه اللي يقولوا هاتريك عجز عنه فرعون شاذ جنسيا وتدافع عن المثليه ومنتحره وملحده ومنتحره اللي كانت بحجابها ومثلها لا يحصون عددا بزاف عندنا في المجتمع وحتى في غيره وفي مصر وفي غيره كتكون محتجبة أولى مظاهر تدين عند رجل أو امرأة كما كان هذا اللي قلت لك مظاهر تدين وليس تدينا حقيقيا لأن الله حشوش يتخلى على العباد دياله لأن الذي يلحد ويموت على إلحاد ذاك ربي راه عمره ما بغاه لأنه هو عمره ما كان مؤمن حق الإيمان كان ديما إيمانه مزعزع فلو ثبوت فقلت لك كانت محتجبة ثم من الحجاب بدأت كهذا ثم بدأت تدافع عن المثلية ثم الحدث ثم انتحرت وهذا كله من الجين أول جين في الخلي أدى بها للانتحار إمتى كيأدي بها للانتحار مني كيعرف الجني أنك صافي ضمنتي النار لأن الجن كيعرفوا باش تكون على بين الجن راه كيعرفوا فلان غادي للجنة ولا فلان غادي للنار
لأنه كيبان لهم بحسب درجاتهم عوتان. تكلم العفاريت والمرضى كيعرفوا. سبحان الله، سبحان من أظهر لهم هذه الأمور. هي غيبيات بالنسبة لنا، حتى احنا راه بنسبة 90% راه بين شكون يمشي للجنة وشكون يمشي للنار. بالله عليك واحد كيدي فلوس عباد الله ما يمشيش للنار، واحد لا يصلي ما يمشيش للنار، واحد ينشر الخير في الأرض ما يمشيش للجنة، بحسب ما نرى. لكن راه كل واحد فينا إلا عارف راسو فين حط رجليه، كلنا عارفين راسنا واش الرجل محطوطة في بلاصة مزيانة آمنة ولا محطوطة في الغيث. فكل واحد فينا إلا عارف راسو واش غادي للجنة والنار بنسبة 80%. كتبقى ديك مسألة ديال قد أكون مخلصا قد لا أكون مخلصا، هذه المسألة الإنسان كيتشكك فيها. والرحمة الله تعالى راه فوق من كل شيء طبعا، لكن إنسان لا يفعل إلا الشر ويرجو رحمة الله، إن الله غفور رحيم وإنه شديد العقاب. فقلت لك هؤلاء لا يؤمنون، وبرسورة قالها يعني يعطيك اللي بغيتي في الأول وغيحلوا لك الباب وغتلقى الفلوس وما يأدوكش في الأول، لكن تقى في الأخر كتكون قاطحة بزاف. لأنهم هما عمر، خذها قاعدة، عمر جن كافر ما يدير يدو في جن مسلم، في إنسان، عمر ما يدير جن كافر يدو في يد مسلم ويتعاون معه. حتى الكافر، حتى الكافر. بل أعطيك أعلى صورة للتوافق ما بين الإنس والجن، شنو هي؟ شنو هي أعلى صورة في التوافق ما بين إنسان وجن كافر؟ هي الكفر والإلحاد، هي السحر. السحر واو، هي السحر. حينما تكون كيولي السحر كيعطي أوامر للجن، وكيولي الجن هو مخدام دياول، شتي هو نفسه، وكيموت بسرطان في الآخر. هذا السحر. كاينين بعض السحارة، كاينين بعض السحارة كيموتوا في بلايصهم، ملي كيجيو يديروا التحرير شو داكشي ما كيعرفوهمش كيفاش ماشوا باش ماشوا. شوف انا غادي شي حوايج معقدة بزاف. كنت مرة كانت رقية وكان صاعد مارد في واحد الشاب. ملي كنتكلم لك على المارد، المارد هو اقرب جني الى الشياطين. كيتكلم وتنهضر انايا مارد من الجن، كاين مارد من الجن. تنهضر انايا على واحد ما عرفتش واش ساحر ولا ساحره اللي صافي قضيه عليه. قال لي هذوك اللي كانوا خدام ديالو هما اللي في الضوء عليه. قلت لي علاش؟ قال لي حيت صافي ضمنوا انه غيدخل النار خصهم يشوفوا واحد اخر، بقاو ما يتسناو فيه، وما كيبقاو معك حتى تصيروا عاتيا في الشر وتؤذي أكبر عدد ممكن من المسلمين والزورين على وجه الخصوص. ثم إذا ما وصلتي حطمتي السكور، يلا الباب الحباب. كرجعوا القضية الإغواء ديال الشيطان اللي وعد الله سبحانه وتعالى أن صار زعما غنوسوس لهم محايد. يعني ثم لما كيفضي مع هذا السحر كيصيفطو بسرطان كيموت، كيدوز لواحد آخر خصو ينتقي للسحر. ومن ينتقي؟ ينتقي هؤلاء اللي كنتكلموا عليهم الآن، أصحاب الطاقات. شو بغيدي الواحد يكلخ؟ كيمشي الواحد ويحاول أن يجره إلى هذه الطريق، ثم إذا ما قضى منه بعد 60 أو 70 سنة سرطان، ثم إلى مزبلة التاريخ وإلى القبر. وديك الساعة أنت له مبجوشكم في النار. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، تبع المتبوع، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. سورة الحشر. هذه الحصة أكثر من أنها حرق ورقية باش نطرقوا واحد المسمار، لأن من اليوم أقيمت عليك الحجة، يوم أقيمت الحجة. لأن أنت تحل شحال هذه وأنت كتقول في نفسك يا ربي وفينك ليش ما تشافينيش وما تكفينيش هذا الشر. الله تعالى على الإجابة قادر وجدير، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا الله خلق سنن كونية، أنا فيها عطش، ولكن باش نشرب ذاك الماء ما نقولش يا ربي سقيني،
غنوض وغنحل القرعه وغنمدها في امها. اذا خاصك دير السبب. فالله ماشي ما استجبش لك، الله استجب اليوم بانه حط لك الحقائق قدام عينك وعطاك الساروت. هنا استجب لك الله عز وجل، وبهذه الطريقه تستجب الله تعالى. جن موجود في الجسد الله قادر انه يخرج، ولكن نجعل سبب باش انه يخرج. انا ضربني البرد نقول يا ربي شافيني غدا غنصبح عادي، خصني نمشي نشري على العقل دولي قريب. اذا خصني نتاخذ اسباب العلاج الصحيحه. هذا مرض، هذا بلاء، الله يريدك ان تتخذ اسباب الشفاء الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل وخير خلق الله اجمعين مريض واتخذ سبل الشفاء. راه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قالت عائشه رضي الله عنها يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاث شهور وليس في بيت رسول الله الا الاسودان التمر وزمزم. خير خلق الله وابتلي، وخير خلق الله وسحر، لكن طبعا ماشي بنفس الدرجه الذي يسحر غيره. وخير خلق الله واكل السم، لكن ما ماتش به كما يقولون، انما خير مرض به، لكن لما حضرت ساعة جاء ملك الموت خيره يا محمد يا خير خلق الله تعيش أم الرفيق الأعلى؟ قال بل الرفيق الأعلى، حتى نصح للمفاهيم يقولون ومحمد صلى الله عليه وسلم وقتلته يهودية بالسم. لا، هو الذي اختار صلى الله عليه وسلم، خيره الله عز وجل، فهو لا يسمى مقتولا بالسم. السم كان سببا في المرض، فلما جاءه ملك الموت لو اختارنا يسلم يعيش مش السم. إذا حتى نصح المفاهيم، وحتى قد يتسح النبي صلى الله عليه وسلم راه عندنا لا جواب، لكن ما نقولوش دابا، نختبر صدق الإيمان. نهار يبغي الجواب نعطيه ليه، لأنها باش تكون عارف أنا أطروحة الإجازة ديالي في الرد على الموحدين. جابك الله. أنا أطروحة الإجازة ديالي في إثبات مصدر القرآن، في ربانية القرآن. القرآن كلام الله دراسة وعرض، مشات شي حاجة نسيناها وشي حاجة باقية عاقلين عليها ومزيان نراجعوا مع هذا الشيء. ولكن مراجعة أنا متأكد غادي نلقى حرب كبيرة إلا بغيت رجع نصلي ولا بغيت. أنت خصك تعرف بلي الحرب اللي خصك تأكد هو الحرب غادي تبقى واخا ما ترجعش تصلي. هذا هو اللي أنا خدام عليه من الصباح، أن الحرب راه كاينة واخا ما تصليش، أن الحرب كاينة واخا تكفر، والحرب تما تتجلى في الكفر عينيه. ولكن زعما الا بديت كنصلي وداكشي راه غيولي داكشي كثر، ولات نفيق الفجار. ولكن انتبه، دابا انت جالس متنتلح حيت علاقه جيتك، انت مخير، اما تستسلم تخليني كنقجفك حتى يقضى عليك، واما اني غنقجفك تضرب المقاومه زعما ملي غتضربني دق الاولى راني اللي شادك مزيان نعنقك، راه انت راه توشك ان يقضى عليك، لكني غدا تضرب الضربه الاولى الضربه الثانيه الضربه الثالثه غنبدا نعيا انا غنبدا نطيح. فهو غيتجهد، ولكن وكاين بعض الحالات اللي كيبدا داكشي تخافض، وكاين بعض الحالات اللي كيثور داكشي، لكن في الغالب يثور، لانه هو انت كتقاتلنا مع كائن حي، كتبقى ما كتضربش حي حيضرب ثلاثه دقات غيبدا يطيح، ولكن كائن حي هو غيبدا يضرب، علما انه راه اصلا كيضرب وغيبقى يضرب واخا ما تضربش انت، ولكن ملي غادي تضرب غادي يبدا يبين لك لانه تفضح، ما بقاش مخبي، ما بقاش كيما شحال هذيك خدام في السكات، ولا الان تجاهر لان صافي عرفتيه وليتي كتحاربو، ولا شك غادي يحاول جاهدا انه يحبسك، غادي يدير لك ما بغى يدير لك مشاكل، بغى يسد لك ابواب الرزق، غادي يبغي يزيد في البليه، غادي يجيب لك البنات، يعني كل ما يصنعه الشيطان غادي يجي تحط قدامك ديك الساعه، وثاني غادي اختبار اتصدقوا ان تكونوا من المخلفين، وانت ديك الساعه تحط الميزان قدامك، اريد هذه ام اريد هذه، وهي قلت لك حرب، والخاسر من يضع السلاح اولا، غير هو أنا لا أعرف من اتخذ القرآن سلاحا ثم غلب، يعني لأن القرآن معك إذا الله معك، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، غير هو لابد أنت تحتاج إلى صبر وجلد، قضية مش لعب، حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حرب
شو بصح هادشي اللي كنحس به. حرب حرب فري ويا معلنه عليك دابا انت واخا ما تهجس لها راه يا معلنه عليك راه هذا هو المشكل. لو امتى امتى كي ابو مروان اسمح لي غادي نقطعك بعض الخطرات يمكن نكون جالس في الدار كنحس بحال شي حاجه شي ما نقول شي واحد ولكن غنقول شي طاقه شي طاقه كتهضر معايا في ودني وفي راسي كتقول لي غتمشي للحبس غتشد خاصك تقتل خاصك 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 تادي دوك اللي ادوك شو هاد هادو خاصهم يموتوا هادو اللي ما اللي عربيه مكلخين شوف كي دايرين وما كيمرضوش علاش انت مرض علاش شي غيوقع لك هادشي المهم بحال هاد لي سيناريو هادو كيوقعوا لي بزاف هادشي كلشي خدامين اليوم باش تعرف بانهم ما شدينك من جميع الجهات امبوسيبل صاحبي يكون راسي هو اللي كيقوم معايا بحكا صح راه هادشي راه بعض الخطرات تخيل معايا اقرب شخص ليا هو هاد الدري هذا وما كنناقش معاه كلشي راه حسب الله كلا فش عند واحد خرج ويداوم معاه بحكا راه يقول في الزهر تسطع وسمعت شاف ودني ديجا هاد الهضره هادي اه ما كنكون جالس انا فريمون انا قادي تقول لي ديك التناوي هو صنع هكا التناوي فريمون كيكون جالس هو كيسكاني بصح كيشوف مثلا واحد الجيست في البلاصه كيقدر ينوض من حدايا يقول لي باطرا راه يدير سبورت ولا باطرا ماشي شحال في الدار فهمني يعني كيشوف واحد الجيست هو كاين فعلا ولكن كيسهل ديك الكعيه ودير ينوض يخليني انا نخلي 10 في الطابله ويزيد في حالاته وكيمشي للدار ما تسد عليه شهر ما يخرجش نهائيا نهائيا مشكل هادي يعني فهمني هادشي هادي تقدر تعاود 10 مرات في فهمتي يا خويا تعاود 10 مرات شي حاجه ما تسهلش اصلا لو واحد واحد دار واحد الحاجه اللي هي كتقلقه هو ما نوضي يمشي فيها هو ماشي سهل شوف خاصو يجلس مع راسو يتخذ قرار لا رجعه فيه يتخذه بقوه ويعرف انه راه دائما خاصو يدير في باله راه شحال ما شغل يقول لك شحال ما تصالحتي معاهم غي اديك غي اديك وما اصلا هي الحاجه اللي الحاجه اللي تقدر تخليني انني ناخذ ومتاكد منها مليار في المية ان في الاخر ديال هذه الحرب الا خديت القران سلاح ترى غيكون واحد الخير عاشي كيدير غنعيش انا وغيعيشوا معايا قومان الله اكبر غنكون من جند المعلم في الارض ديال الله الله اكبر الله اكبر خصك تعرف واحد القضيه انا نعطيك واحد السر دابا هو قريب ليه تبارك الله بالعقل ديالو ان الانسان الزهري اذا تحصن صار نارا على الجن والشياطين تقطعوش عليه الا تحصن غير بالوضوء وبالاذكار بالاذكار الصلاه ولكن خصو ما يكونش مصاب اذا كان مصاب كتكون الطاقه ماشي ديالو غير محرره مستغله علاش هما كيضربوه منين كيكون صغير حيت الا كبر وتحصن ما يقدوش عليه راه اش كنقول لك راه ملي كانت عندي 9 سنين ابو بدر وانا كنحس براسي ماشي انا اللي كناخذ قراراتي ماشي انا اللي كنتحكم في حياتي ديالي ماشي انا اللي باغي نمشي لافاك ماشي انا اللي باغي نلبس هذا السروال ماشي انا اللي باغي ندير والواليد الواليد داكشي كندوم معاهم كانوا كيصاحبوني مصابته كيدوني على الطبيب برشيله ترى صاحبي الاصعب حاجه هي تقاس في الروحيات وكتجي مع وسط واحد لونتوراج اللي ما كيعرفش شنو هي روحيه دونك كتولي مصابته وسط منه هذا هو المشكل راه هذوك اللي في 36 وهذا بويا عمر راه كلهم هكا هذا هو المشكل شحال انسان شوف شحال شوف جمع اصحاب السرطان وجمع المشرملين وجمع قطاع الطرق وجمع اللي كيضربوا بالحجر في الزنقه وجمع الملحدين وجمع من ينتحر وجمع من يدافع عن المثليه وجمع من يدافع عن الافكار المسمومه هذه شحال اللي كيدير هذا خونا هذا الشاب كلهم هادو كلهم شحال دابا انت انا كنهضر وانت كتفكر اشخاص شفتيهم في الواقع بهاد الصفات شحال منهم من كوبي شحال من واحد ضيع كبيره في المجتمع ديالهم شحال من واحد ضيع بسبب هادشي كنتي تفكر عشان هادشي اقرب بزاف للمنطق ملي كتقول لي الوسواسه ولا الشيطان غيعمل جاهد باش بغا يديرها بغا يجي يقول لك فاس لا ممكن هو كيخدم عليها اذا هاد الحالات اللي قلتي راه خدام كيخدم عليها كيخدم عليها فهما لما يشوفوا واحد هكا فهاد اللي عنده الطاقه هذه ما يمكنش يزقلوها صاحبي الا الى عرفتش غادي نقول لك شي حاجه كانت مثلا كان والديك يحصنوها من الصغار كان
ما عرفتش شي حاجه اللي ردت عليه الاذى شنو هي. نادرا فيك يكون شي واحد اللي ترد عليه الاذى ملي تكون الطاقات تكون انسان واكل العصا من الصغر، لانه الا كبر غيكون مشكل عليهم. راه الا 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 كبر هو وكان محصن راه يدخل دار فيه جنو غيهربوا بهاد الطاقه هادي، يدخل يقول لا اله الا الله في ذاك الدار غي خلاها سفر تاعها. بديك الدار ما كيرجعش نهائيا في الدار. دابا الدار عندنا فيها شي حاجه ماشي شلي. دابا راه دابا شوف عاوتاني تا والدي راه ما غيكونش زوري بوحدو، يعني لاش يكون شي واحد اخر مقيس في الدار. الواليده مقيسو زوري طرحت لينا من نامس اصاحبي باش كتزير واحد الزياره في شكل احنا اللي تنهضر. وعاود هو الاصابه وعلى الاصابه ديالو هو راه غادي تسيطر على شحال من واحد في الدار. اه خو دري خرج برا كيتنفس كيمشي للدار كيولي سالي. ايه الدار حتى هي ماشي هي هذيك. قلت لك شي انفو كندخل الباب ديال الدار عرفتي بحال شي شومبر ديال سبيس سايد ديال الزمكان كتدخل ليه كتشوف واحد كتولي بحال فشي ثقب اسود فهمتي. داك الاحساس بالزمان والمكان ما كيبقاش كانش اي زولا. انفو كندخل كنخرج كنفوت هذيك لازون تقريبا بواحد 20 متر ولا شنو كنتطلق عاد كنولي نفكر لا راه خصني نمشي نشوف هاد البلان على قبل الخدمه خصني نشوف هذا. الله يكفينا شرهم. امين. سأل الله تعالى ان يعصمنا من شرورهم وان يحفظنا وان يحفظ علينا النعم الظاهره والباطنه. خاصني يحفظ علينا نعمه الاسلام ونعمه الايمان ونعمه التوحيد ونعمه اليقين ونعمه الثبات ونعمه الصحه ونعمه العافيه ونعمه القرب وكل النعم الظاهره والباطنه. سأل الله ان يحفظها علينا. هما القاضي اللي قلت شيكو مروان هما عارفين القيمة دي الوجود دي الله عندي ما كيجيونيش من هاد القاضي. شوف ما عمرني اسمحني كبك خو مروان عمرني فديش كنتعصب شبه هكا في اطار من الالهاب وكنقول فينا ولا ديما كنمشي كيشدوني من الارادة ماشي من القدرة والوجودية. هو الوجودية القدرة يقدر على كل شيء ولكن الإرادة كيقولوا لي علاش ما بغاش يعاون نساك هاك كيقولوا لي بصح بحال هكا كنحس هذا هو المشكل. هما هما عارفين الفراغ فين كاين عارفين الثقب فين كاين اش كيسميو هذيك الثغرة عارفين الثغرة فين كاين لكن لا الله يسمع سميع عليم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. الله يسمع كل شيء. يسمع النملة في جحرها والحوت في الحيتان في بحارها يسمع سبحانه وتعالى ولكن للاستجابة قوانين. ثم الله كي يعصر الإنسان باش يخرج أحسن ما منه شيء. أنا كنقول للناس متبعين معايا كاملين اللي بتولي بمس او بمس بشيء روحي ثم عرف ان العلاج في القران ولم يتخذ سبيل العلاج راه يستحق اي حاجه وقعت لي. علاش؟ لان الله تيقول لي شوف انا ابتليتك بشي حاجه العلاج ديالها في القرب مني العلاج ديالها في ذكري ثم انا اعطيك على هذا القرب وعلى هذا الذكر أجورا عظيمة تفسقك إلى جنات الفردوس. يعني فيها علاج وأجر. تقول لي إيش من رحمة أكثر من هذا؟ البرنامج ديالك العلاج ديالك في أن تقرأ القرآن. تخلص لي. تخلص لي. كل حرف 10 حسنات والله يضاعف لي من يشاء. سورة البقرة 25,000 حرف وشوية يعني 250,000 حسنة تخلي معايا في قراءة واحدة لسورة البقرة. دابا حنا خصنا باش نفهموا هادشي خصنا نترجموه للغات الكونت بونكير. تخيل معايا دابا لو قال لك الله يا عبدي الا قريتي البقره نحط لك 400,000 سنتيم في الكونت ديالك شكون فينا ما غيقراش يوميا؟ ويلي بلاتي واحد شويه عاد تحرك بغيتي تمشي للطواليت. طواليت يلا سير واجي صح ولا لا؟ شكون فينا ما غيقراش؟ شكون فينا ما غيقراش؟ كنا ما عادش ندير الختامات وكذا ودابا راه هاد الشيء راه هاد لغه الارقام راه غنحتاجوها ليه راه حتى هي كاين لغه الارقام
عشر حسنات ماشي رقم، هذا راه لغه الارقام كاينه، راه الله عز وجل يوم القيامه راه يدير لنا الطريفه، دينا الطريفه. ظلمتي هذا شحال كتساوي من الذنوب، درتي كذا شحال كتساوي الحسنات، يلا حط الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. مروان سولتك شحال كنتي مشغول، سولتك على قضيه قدم القضاء يقول ممكن يكون ستريس حاجه روحيه ما عرفتش هادشي علاش حكيت حاجه روحيه. حيت واحد المره نشوفوش معايا حاجه اخرى، حيت واحد المره غير في الانترنت انا قال لي راسي طلع لي واحد تقريبا اللي قال لي في يوتيوب كان فاش قال لك انا الشخص الوحيد اللي زعما اكتشفت ان القضيه ديال الناس سميتو زعما كونطو هذاك اللي ساكن هو اللي كي فهمت هو اللي كيحاول يشوه هذا ما عرفتش ممكن ولكن كنعرف واحد الشخص اللي كان كياكل الاظافر ديالو حتى كيولي صبعه مبوقل كتطلع اللحمه فوق الجلد فوق فوق الظفر وكان عنده المس، ولكن واش باقي ما بقاش عنده المس واش باقي ولا لا علم لله. انا واحد الوقت انا كنت بليت بها كيجيني بحال هرس سناني كنبقى ندير كتجيني واحد المتعه ولكن حيدتها فهمتي ديك القاعده حيدتها. هذا حاله السيل اللي هادو كيبانوا الشهر يعني كيولي صبع مبوقل بعد ما غاتمشي دارج ماشي بعد ما غاتمشي بزاف من تم كيسير كتحس بالالم ما كتكنظش سنانك في الليل كتكرط سنانك ايوا نضر في هذا لان كاينين بزاف الحوايج اللي كيقدروا يكونوا بسبب ستريس او مشاكل نفسيه ويقدر المس يديرها ويقدر تكون هي المشكل انسان عاده خصو يحيدها ممكن ممكن واحد الموسوعه العالميه ديال علم النفس خرج 50-50 انا والله شوف مع احترامي شوف مع احترامي الاخصائيين النفسيين والله العظيم الا بالتجريب الا لقيت 98% من داكشي اللي تيقولوا سببه المس وعندي حالات كنقول لك حالات اللي مرض جو شخص انا مرض نفسي انفصام في شخصيه الرهاب الاجتماعي وسمي اللي بغيتي كاع العلل العقد النفسيه تلقى في الخلاص انه المس اللي داير هكاك. ما كنقولش الناس ما تمشيوش عند طبيب نفسي راه احيانا راه في خاص ضروري تعاون الطبيب يعاون الرقيه راه كيكملوا بعضياتهم في الغالب تيكملوا بعضياتهم. واحد اصابته عين وكسر من رجليه شندل انا نجبر عليه بالرقيه خصو يمشي يدير القبص ايوا هكا داك التغزاز في السنان شنو كيعني كيعني المس كيكون هكا تيدير هكا. انا كنعرف اشخاص اللي كانوا كيكزوا سنانهم مي مشى المس مشى التكزاز يلا سير قول لي تقول للطبيب يفسر لك هادي قال لي ستريس بالله عليك واحد عنده 11 عام شنو ستريس عنده شنو ستريس هذا باقي كي اللي كيلعب البيف ويلعب طرومبيه ويلعب كره في زنقه كاع ما كيعرفش حاجه انت ستريس ستريس خلي للكبار اللي كيهمو كي يفكروا الاخير الشهر باش غيكملوه. فكرت فتيحة الله المستعان الله المستعان. خصنا نشوفو كين ديرو لا يسر الله شي حصة لهي في دارهم ياك نشوفو معرفش كيفاش غنديرو ليها ولكن خص حيت حصة جيدة ضروري خاص إلا تبع خصو الماء والثلج أصلا معرفوش كيديرو تجيبو الماء والثلج الماء والثلج نجيبو أنا ولكن ما كيغديرو ليه سطل الماء كيغديرو تجيبو كيفاش وخ... فين زعما الحصة هنا إلا درنا الحصة هنا صحيح كيغديرو تجيبو معاكم الماء خصو الحصة يكون فيها الماء والثلج والماء خاص كمية كبيرة واحد السطل كبير 50 لتر ولا ما مرقي خصو يكون ما مرقي خصو يقرا عليه الهي كي غادي يجيبو هنايا صعب جدا ما غير ما يلقاش كيفاش يدير. شوف حتى مازال نناقشوا من بعد ان شاء الله. الاهم والله اخويا هو الاهم فهمت خصو يتبع لانه غادي في الهاويه داكشي كلشي اللي كيجي في راسو كلشي التخطيطات ديالو الجنون الالحاد الانتحار الصحه كلشي كلشي هادشي مخطي ليه يعني يعني هذا كله مشروع ها صحيح باش انا والله غير هو مروان عرفت اللي بغيتك تحصل كنقسم لك بالله كنقسم لك بالله الا فهمي كنقول لك دابا دابا باش الصوت حطو سوبرفايزر في شي لا بلا ما نقاش سيد بروفيل ديالك
كان ديجا هو سبيسياليتي هذا سيونتيفيك وهذا وما كملش لافاك. اش قال لي البيريود ديال لافاك؟ قال لي 5 سنين من حياتي هذيك واحد 5 سنين اللي طلع لافاك. قال لك بحال تبحات لي ما كنلقى فيها لا والو. خليت من هادشي قلت لك هو ديجا كان جيني كان تخصص فيزيك سيونس فيزيك اللي كان في سميتو في الليسي اباصا. كنقول لك تبارك الله شفت كنقول لك هاد ليزار تخيمو هذا كيشوفك يهزك في البلاصه كيطبقها. كنقول لك فرونسي لونجلي هذا كنقول لك فهمتيني دابا يخدم بصاله ما كيتصورش فهمتي لكن فريمون مع كيبغي ياخذ المبادره سيشتري ليه. نعطيك اكزومبل ديك النهار بعيط عليه سونتر طابي كذا كذا كيقول لي باغي نشوف ديال لوكاليزاسيون ديال محمد وانا في الكاس كذا صافي حتى غنزكي كنشوف عندك طاكسي حمر ب 800 درهم طاكسي حمر ب 800 درهم خذ الوحده ويدي غير ماشي فيا انا كيغير في كل شيء كاع لا يقلب الله يعاون شاط التليفون ما بقاش كان فيه شي شهر ولا شهر ما مشاش كل شيء من عنده شدينو مزيان يكون جاي إسهال وانا بغيت يجي إسهال بغيت شوان القدير وما ممكن مش قادر أقول كان قليل مؤخرا قليل ممكن قليل تصوت قليل يخرج سائل هذا هو غلط سائل حل أبيض عجيب مش عنده شي سنين ولا لا يعني شي إشارة ولكن فهمني يخرج كيف من الناس بينما ذلك يخرج واحد سائل حل أبيض قبل من البراز ولا معاه ولا هو الطبيب ما قال لي والو واخا يكون صارت بلونك والله عجيب هادشي هو مزيان الا جا الاسهال دابا لانه الماء المرقي اللي شرب معاه من خاصو الا ما رداش الاستفراغ في الحصه خاصو يجي الوجع ولا يجي الاسهال ولا يجي حيت غالبا غادي يكون جا الاسهال وانت غاتسمح حيت ماكلاش شي حاجه باش تكون غير شويه مرات ولا ماكلاش شي حاجه كثيره اللي غتعرف ماكلاش حاجه كيما قال لك راه كياكل بزاف. لاحظ معايا قبل ما نبدا نقرا رغبه قويه في انه يكمي كارو اعصابي وهو دابا كيتهضر عادي. واحد الحضاره ملي كان الباب خدام ما عرفتش كنسمع بشويه ولا كنسمع شي صوت وكنشوف كيتحرك في الكم بشويه كنسمع صوت غليظ ما عطيتش الله بقيت كنشوف كنحاول ديك ما فاش كان تيقول لا اله الا الله ولكن علاش كتسمع في الكون كانه يا ان فوالا شي حاجه كانت غليظه ولكن مع الظرف ما ترسلش على ما راح نسولو على ما راح نسولو ان شاء الله اللقطه اللي قال ديك هادشي فم عوج فمو هذا واش الرجل رجل تهزات دي ما عرفتش واش رد البال هو ولا الرجل تهزات منه اليسرى تحديدا بقات غير بشويه اربعة لا ربع هادي واو ريكورد لا ماشي دينا ماشي 12 ونص ما بقينا كنهضرو تا ودي الطور عادي باش 12 ونص حيت خصو يفهم خصك تحط لي قدام وكل شيء باش يتحمل مسؤولية قراراته هنا القدام حتى انا من اليوم ما بقاش عنده الحق في شي حاجه سميتها افكار الحاليه انه صافي لا تبعتي ومره انت تستحل اي حاجه دار فيك الله تعالى اكثر من هادشي اللي وصل جاك اسهال ياك اسهال خيب ها اللي قلت لك اسهال خيب لا انا بالنسبه لي دي اشاره مزيانه في راسك صح طبعا وكنت كنتسناها علاش نعطيتك الماء المرقي والملح انا كنت كنتسنى اما اسهال اما خصك دير استفراغ اسهال حاد خبار اسهال حاد والله اخويا الامور مزيانه قسما بالله والله الا بالنسبه لينا الامور الا غاديه وفق الاصول ديال غادي نبغيش تعطيني شي بروغرام اللي كنأكد لك اخويا مروان غادي نشبعو بالحق تقاتل خصك تقاتل شوف ولا كاع الا حسيت بشي حاجه ولا حلمت بشي حاجه ولا كتوصل عليا
غادي حيت كيما قلت في الفيديو تما التليفون ما غاديش نقدر نتواصل معاك فيها شي واخا تعطيها ليا ما غاديش غادي نبقى لك الوقت ولا سباس فين غتهضر شوف انا كنقول لهم انت شنو الغرض الغرض هو نجاوبك شي لا عطيتك واتساب راه ما غنجاوبكش لان هكا ميسنجر ميسنجر ولا كنسول ميسنجر واش تقدر تجاوب على اوديو ولا غير كتبه ماشي مشكل اوديو غير هو اوديو غيتعطل علاش حيت بعض المرات كنكون في قسم كيوصلني اوديو دابا شنو كيوقع كان كيوصلني ميساج مثلا نوتيفيكاسيون كندخل كيطلع لي راني قريت ولكن في قسم ما نقدرش نقراه بعض المرات واخا كنحاول نسمع الصداع كنقول شي تضار ملي كنمشي للدار كيطلعوا ميساجات اخرين كنساه وهو كيسحب لي انا ما جاوبتوش دونك الاحسن كتبه احسن الكسبه الا اضطر انسان ما عرفش يشرح ولا هذا ودار اوديو راه يبقى مره مره يذكرني بالقيطه مثلا مره في النهار هذا ندخل نشوف صافي داك اش كنت باغي نقول لك على البروغرام قبل من البروغرام قلت لك البروغرام شتي واخا يحطوا لك مشناق على راسك تحبسوش اقسم هكاين يحطوا لك مشناق يهزوا لك سيف واخا ما كيوقعش هذا الشيء مضايقات سرعان ما يعني تتلاشى غادي تجيك حيت هادشي ديال هو اللي عرفتي الا جينا ندير شي فريو ديال عندي الروحانيات راه ملي بواحد الطريقه راه عجيبه بزاف راه نقدر اصاحبي انا مثلا دابا انت معايا في بلاصتي كتقدر انني كنفكر واحد الفكره هذيك الفكره كتوصل بواحد واحد الانرجي ديال العالم الروحانيات لذاك الشخص وفعلا داك الشخص كينوض يدير ديك الحاجه صدق هذيك الحاجه دايره لك انت مشكل تو بحال تواصل روحي واه كاين واحد غير واحد القضيه نقول لك مع قلتي السمروان قلتي لي انا غندير وهذا وبالحرف وكذا اسمع نعاود نفكرك باش تاخذ هذا التقليد عليك لحقاش تقول لي بادر قادر ندير ولكن حاجه وحده كنت تبي الله في صحتك بادر صحتك راه عندك تقدر دير كل شيء وكنت تقول لي انا وقتها لي صحتي في طريقي فقط الا كنت بصحتك تعطي الوعد انا كنقول لك قدام مروان فهمتيني الا كنت تعطي وعد وطبقوا راك صحيح فهمتي لا والله شنو ما تطبقوش اسمع انا نقول لك قدام والله قدام اسمع الزهر شوف اللي كانوا قلبوا عليكم بشوي بشوي انا غندير الكار واحد مره عرفتي علاش؟ كتقول لي صحتي وكنت عطى اهميه كبيره كتسمعني ولا لا؟ وها هو السيد عطاك الطريق غادي نطبق داك الشيء بالحرف الا ما طبقتيش صحتك ما غاتبقاش ماشي غا صحته صحته ودينه وكلشي يعني شوف دمار تام دمار تام واش نقول لك واحد القضيه شحال ما بغاو ياديو في فتره العلاج ما غيوصلوش لذاك الشيء اللي غيوصلوا ليه الا ما تبعش بمعنى وهو كيتبع البرنامج غيحاولوا يصدوه يحاولوا تيعيو ما غيوصلوش مع البرنامج داكشي اللي باغين يديروه في الاخر يعني لقيت بحال هكا بلا بروغرام غادي نوصل لشي حاجه غتوصل كاع داكشي اللي غادي تحس به اثناء البرنامج وكثر منه في الاخر وكنقول لك الاخر الاخر وزيد بعده القبر وما يليه يعني شحال ما احاولوا ياديوك في فتره البرنامج والعلاج راه قل من داكشي اللي باغين يوصلوا ليه لان القران راه كيمنع عليهم بزاف الحوايج وانا مع الحالات كنشوف كيبداو في الاول كيكونوا اقدر على انه مثلا يادي ولكن من بعد كداكشي كينقص تدريجيا يعني خاص المداومه راه ما نقولكش راه ما نقولكش العلم عند ربي في كتاب كاين حالات تشافوا عندي في 3 شهور كاين حالات تشافت عندي في حصه واحده ما عاودت شفتها واخا كان خاص نعاود نشوفها ولكن ما عاودت شفتها بفضل الله راه السيده كانت امورها كلها واقفه وبفضل الله اخيرا رسول الله راه كتخطب وتكون دوقي لك ورد زوجات يعني ما شاء الله حصة واحدة تخيل معه ولكن هادو كانوا طلعوا جوج فيها سلموا سروا على ضربهم سبحان الله وكين اللي 3 سنين وباقي ما منع الله بالشفاء ولكن دائما كنت تكلموا على اللي كيطول في الشفاء وما كيتشافاش راه عنده واحد الخطأ كيديرو نهار يحيدو نهار يتشاف شنو هو الخطأ؟ بحسب كل واحد الخطأ اللي كيدير الغضب الشديد يقوي الجن غنتبع البرنامج والنهار كله وانا معصب والنهار كله وانا كنغوت وانا مخاصم مع هذا ما نتشافاش دونك ما بين الحوايج بابا اللي قلت لك هو هذاك يعني خصني انسيستي على البلانك ديال البرشي خصني نتحول من تما ما تحولش كاين شي اونتوراج واحد اونتوراج عنده علاقه بشي حوايج بابا مروان تاع على جابش الوقت ان شاء الله شوف انا غادي نلخص لك اكثر الحوايج كيتقوى بهم الجن المعاصي كلها ولكن ما كاينش من ما كيعصاش داكشي علاش البرنامج كيعاون تستغفر تدير برنامج كيعاون يعني نقدر مثلا انني نتبع البرنامج مثلا نقدر نقول لك الحاجه الوحيده الخايبه اللي غنبقى نديرها مع البرنامج وانا متاكد قار غادي تقاتل باش تنقص منه حتى لا ماشي بلا هاد الدوز ديال بحال هكا انا راه نورمالمون بحال هكا الا مثلا انا بركت فهاديك لاطا ديال الاعصاب وداك التفكير ديالي
راه كنكمي 3 متابعين، راه كنكمي واحد كنطفي كنشعل الاخر كنكمي 3 متابعين، جوج متابعين هادو والله كنحس براسي كميت واحد. والوقت ما بين البيريود ديال ديال مثلا ديال الحلوه اللي يكونوا فيك 3 كل واحد تكمي معك واحد منك لك كاين هاد 3 ديال الرياضه. شوف راه دابا انا راه تنضحك لك، راه كندوز متاش بالضحك، راه ماشي مستبعد، راه حيت باش راه كل واحد كيبغي يترضي بوحدو. وشاف شاف الماكله اخويا مروان مضاعف الثلاثه الماكله كناكل بها انا بعد خطره كنصدم في راسي وكناكل اصاحبي بزاف اصاحبي. خلي السي مروان بعدا يقول لنا، قالنا الغضب الغضب تيقوي الجن، الخوف تيقوي الجن، داك اللي خواف وخايفه من الظلام وخايفه من الوسواس ديال الخوف، تا وقتك بينك وبين نفسك تغلب عليه. مناش غنخاف انا كثر من هادشي اللي واقع فيا، غنخاف من جني، جني راه اللي ساكن فيا، راه جني راه ساكن في دي سنوات ودير فيها النظره. بالعكس غنشد في القران كنبدا صح جيده مع الله عز وجل، وانا سائر في طريق الله، غيكون الشوك ولكن ربي راه معايا غياخذ بيدي، ومهما صعبت في الاخر غنوصل. راه الدنيا كلها حنا شنو عابر سبيل، وغادين باغين الجنه، ولكن حنا في طريقنا راه كنلقاو معصيه من هنا وكنلقاو شهوه من هنا وكنلقاو هادي من هنا، ولكن في الاخر من صدق الله بلغه الله. الله الله، من صدق الله بلغه الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصدق من جات، فصدق الله يصدقك. فقلت لك الغضب هذا قاتل البرنامج وتقوي الجن. مؤخرا كانت عندي حصه ديال واحد السيده البارح، هذيك السيده النهار قبل الحصه هي وراجلها نوضوها لدرجه ان قمشات راجلها مع، قالت لي قلت لها ما غتاثريش بالحصه ديال اليوم، علما انه جوج حصص من قبل كتاثر. والله ما تاثرت، لان تقوات العاشقه اللي فيها بالغضب اللي كان فيها البارح، كتجر طاقة الغضب، كتجر كتقوى بها الجن اللي في الجسد، ملي كتجي انت دير الرقية كتضرب بحال كتضرب حيط، لأنه تقوى بطاقة الغضب أو طاقة الخوف أو المعاصي. الكارو كيقويهم، الحشيش كيقويهم، الشراب كيقويهم، منهضروش على هادشي غير هو. أنا شوف أنا لن أشق عليك، نقولك تقاتل البرنامج والكارو تدريجيا. قدرش نقول لك انا قطعوا في نهار، واخا كاين ناس كنعرفهم والله الا لك اللي قطعوا في نهار. انا جدي كان شحال هو تيك سنوات وتكمي 50 عام وتكمي، نهار قال لي الطبيب تكمي تموت تقطع تعيش قطعوا. راه واحد السيد كنعرفه واشخاص نعرفهم بالعشرات الناس، ملي تيقول لي الطبيب تقطع تعيش تكمي تموت كيقطعوا. لهذا غنقول لك قطع تشافه ما تقطعش تشافه، خاصك تقطعها. ولكن حنا الذي يميزنا على الاخرين نرحموا، نحن نرحموا الناس، ولكن راه حين ان الرحمه تقتضي بعض القسوه، لان ساقسو عليك ونقصح معك الهضره رحمه بك، واصلا البلاء كل الذي نزل بك راه رحمه بك، عسى ان تتقرب من الله عز وجل وتصلح علاقتك مع الله تعالى فتشفى وتبني لاخرتك. هذا هو الفرق ما بين اللي ابتلى الله بحاجه روحيه وواحد ابتلى الله بشي حاجه. نهار كله ما ديال الدياليز، احمد الله وشكره ما عندكش 4 سوايع في النهار ديال الدياليز، ما عندكش حصه في كل سيمانه ديال الشيميو، واخا هو راه داك اللي وصل الشيميو راه وصلوا، لو داروا الرقي في اللون ما يوصلوش ليه. اقولها واتحمل مسؤوليه ما اقول من كلام امام رب العزه، واستحضر قوله عز وجل ما يلفظ من قول الا الذي يرقب عتيد. لو هذاك اللي كيدير الشيميو بدا بالرقي ما يوصلش الشيميو، لانه السرطان كيجي بالمس. فاحمد الله عز وجل ان شفائي في كلام الله وكتاب الله، فان اعرضت عنه فاذا انا استحق، انا اذا جاحد بفضل الله. بالله عليك البرنامج شحال تيديروا فيه الناس البريميوم او لا اللي كنبداو به؟ صراحه في الاول البرنامج كنبداو كتدخل لك ساعه ماكسيموم ساعه ونص اللي كيتهجى في النهار، كنضيعها في التليفون في ستوريات كتلقى ساعه دازت، فيديوهات اغاني غتلقى راسك ساعتين تدوز الاغاني بلا ما تشعر، الجميع بلا ما نوصي. فإذا علاش ما نستغلهاش؟ انا كنبني الاخير تشوف نص كنعاوز راسي، كنبدا بساعه في النهار، ملي كيستانس الواحد وكيشوف الاثر وكيبغي ياخذ المشعل كنزيدو ندوزيو كل واحد القدره ديالو.
انت الحمد لله دابا ميسر لك الله واحد المساله انا اراها ايجابيه، انه انت ما خدامش. كناخذوا من الجانب الايجابي انه عندي وقت، لانه كاين اللي خدام كيخرج مع 8 وكيجي حتى ل 6 العشيه، وكاين اللي البرنامج في العشيه، وكاين اللي كيزيد فوق منه. يعني اجتهادا ادرك السر، كنقولوا ذاق ذاق من ذاق عرف، من ذاق عرف، من اغترف عرف، قال لك من اغترف عرف، فطوبى لمن اعترف ويا تعسى من قرف. مفهوم الكلام. شوف اي كلام قلت بعد هذا الشيء فهو اعاده. انا اعطيتك الان زبده الامر، سروت عندك في يدك، اما تفتح به اما تضيعه. واش كتبغي تحط معايا البروغرام؟ غادي نكتبوا لك فريقه وغادي نعطيه لك. وحنا معاك ان شاء الله، وما يكون على الخير ان شاء الله. تقوى بالله عز وجل، ما يكون على الخير. وراه متاكد اخويا مروان من بين الامور اللي كنت قلت لك قبيله ديال الرؤيه اللي قاعده انا يعني فاير، ملي كنكون ندير شي حركه شي حاجه اللي باش انا كنخدم ولا كندير شي حاجه ما كنتش كونسونطراش مع دماغي، كيكون خدام بحال الاخرى بين الحوايج كنخدم كما قلت لك قبيله، كنشوف راسي في المارشي داكشي. كيف عرفت خطراش ملي كنحس كيوصلني داك النبره ديال الايمان كيف ما كنكون كنحس براسي مثلا انا هو اللي كنشاف في الناس، والله ما كنت نحس براسي انا اللي شوف الطاقه اللي انا كندير شي حاجه غير في اطار هذا. راه كنشوف راه بغيت قبيل عندي واحد السيد مريض نقدر نعطيه غير الغراف ديالي ولهذا شربي. شوف ولكن شنو خاصك قبيله كنت بغيت واحد نقول واحد الكلمه وتضمصات وسط الهضره. انت اشرتي ليها لما قلتي، راه كنقول لك ما شاء الله سبحانه انت معاوني بزاف في الافكار. قلتي واحد الكلمه انه الا في الاخر تفيت غادي يكون الخير عليا، غيعمني ويعم الناس اللي كنعرف. شنو هي الزهريه؟ طاقه. هذيك الطاقه فيها بزاف المميزات، اهم ما يميز هذه الطاقه انه هذا الانسان الزهري إذا تقرب من الله ورافق القرآن كل شيء كيكون في حياته مقاد. هذا الشيء مكينش إنه ما غيتبتلاش، لا يوجد إنسان لا يبتلى. علاش؟ لأن دائما كنتكلموا على أن أي حاجة في الوجود عندها طاقة، وطاقة الزهرية جرارة. بمعنى إذا كنت أنا زهري وكنت تندير المعاصي، هذيك المعصية كتجر لي معصية واحدة أخرى، طاقة المعاصي كتولي كتجي عندي، لان المعاصي شكون كيتكلف بها؟ جين شيطان، انت عندك قارين، واخا ما يكونش مسكون راه عندك القارين، فكيجر جر لي هذه، جر لي جر لي هذه البنت، وجر لي هذا الشهوه، وجر لي كذا، وجر لي كذا، فكتبقى دائما في دوامه محيط بك المعاصي ومحيط بك الشر. الوقت اللي كنظف انا الطاقه ديالي بالذكر وبالقران، ولا يوجد شيء اعظم طاقه من كلام الله، ملي كنظف طاقتي به امورك تبدا تصلح. لان الجن اللي غيجيب لي الاذى وغيجيب لي الشر وغيجيب لي الشهوات وغيشعل الشهوات وخايه فطره في الانسان غيبداو يبعدوا، غتبقى غير الامور اللي هي فطريه ويسهل ان تضبط. لكن لما تكون معايا الغاشي كيجي صعيبه، وانا بوحدي مقاتل مع 13 القارين، ما عرفت شكون صاحبي فيه في تاول المسكي كياديني، كنبرك مع داك الكاميرا المسلي في تاول كياثر عليا، راه طاقه الكاروتي كتزرني. فبالتالي لما كيكون انسان زوري كتصلح علاقته مع الله عز وجل، تولي قطعه نور تمشي على الارض، فبالتالي اي خير غادي يكون محاط به، وحتى الملائكه كتكون مرتاحه معه، انه الانسان ذاكر لله طاقته رب وحده. راه الا جبنا انسان زوري انسان غير زوري، انسان زوري اللي قرا اي الكرسي قد تكفي الا ما كانش مريض طبعا، انسان غير زوري طاقته ضعيفه خصو تحسين اقوى، فما بالك الا كان زوري طاقته محرره وهو مقرب من الله دائم الذكر لله، شكون اللي يقد على هذا؟ دونك هذا افونتاج كبير. هو الزهريه افونتاج في الاصل، ولكن اكثر الناس مأذيين بسببها، او نقولوا بتعبير اصح بسبب البعد عن الله، ماشي بسببها، بسبب بعد عن الله. لان انت ملي كتبعد على الله كتحل طريق للشيطان انه يدخل، تيقول لك اجي عليك كنقلب، لان كيقول لك انت الا مشيتي تتقربتي من الله تكون خطر علينا، لان ما خصكش تقرب من الله هو كيتوالاك.
وانا كنقول لك في الماسونيه ودار عندهم الليستة فلان وفلان 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 هذاش عنده داش عنده داش عنده داش خاصو يوقع عليه وداش خاصو يقلب ولا شيء يعلو مشيئة الله عز وجل كل شيء بمشيئة الله والله يبتلي وخلقنا للابتلاء وقلنا في اللون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فلا ينتهي الكدح إلا بملاقاة الله شوف إن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فإلى التعقيب يعني الكدح إلى أن تلقى الله عز وجل إن خلقنا الإنسان في كبد مشي بحال هذا قال لي في كبد ما لقى ما تشيش حاجه قال لك لا القران هذا ماشي كلام الله قال لك علاش قال لك الانسان قال لك خلق في كبد وهو مخلوق في الرحم شوف غير تصير وباش نقولوا خليني كل شيء لا صافي عندي خلي كل شيء مستور يكون عشير يلا انا نكتب لك ان شاء الله البرنامج الحمد لله رب العالمين.